بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. ويظل الأهلي هو الحاضر الغائب والغائب الحاضر، وهو محور الأحداث والتعليقات في كل الأحداث دائما في المشهد. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة. إن شاء الله دائما الأهلي هو الحاضر الحاضر. حلقة النهاردة فيها كلام كتير حوالين جذور الماضي، علاقتها بالحاضر، وتأثيرها في شكل وملامح المستقبل. هنلاحظ دائما وأبدا أنه المسألة متصلة، وأنه اللي كان بيحصل في العشرينات هو ذاته اللي بيحصل دلوقتي، وهو اللي لازم يحصل بكرة وبعده. حلقة مهمة جدا تتحدث عن الأهلي، القيمة والقامة. الأهلي والقيمة والقامة، دي فلسفة حلقة النهاردة. هتتفرجوا على تأثير القيمة وانعكاساتها على القامة، وإيه تأثير ده كله في بعضه، قامة الأهلي وتأثيرها على قيمة الأهلي التسويقية. اسمح لي الأول قبل ما نسترسل، طول ما أنا جاي، أيوة، خلال يومين اللي فاتوا واللي قبليهم واللي قبليهم وهيبقى اللي بعديهم، فليه يا رجاء الحق فلان قال كذا، الحق اتكتب كذا عليك، الحق رد مش عارف على ايه، الحق. انا ارجو من اعزائنا ومحبي الاهلي ومحبينا وكل الناس اللي قطعا بيفعلوا هذا من واقع الحب والاحترام والحرص على مصالحنا ومصالح النادي الاهلي طبعا التي تسبقنا، انا برجو من حاجه واحده بس، والله لو انشغلنا بهذه الامور مش هنشتغل، والاهلي هيتجرجر انه يبقى رد فعل. ايه الحق؟ كلم رد، كلم رد، كلم رد، كلم رد. احنا قلنا قبل كده ما احناش معنيين بالخلاف مع الاشخاص، ولكن اذا قيل شيء يمس التاريخ او في حاجه تمس الاهلي تحديدا هنرد هنرد بالمنطق وبالوثائق عليها. ولازم نعرف كلنا يا جماعه ان عندنا فريق اعداد موزع على كل وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة والإعلام المقروءة والمسموعة، فبإذن الله ما احناش يعني هنأثر في شيء، لأن مش عايزين يا أستاذ إبراهيم نلاقي نفسنا فجأة رد فعل بالرد وبالرد وبالرد. فلسفتنا، الكود الأخلاقي اللي بنشتغل بيه، حافظ على الأهلي ما تخافش على الأهلي، من خلال عدم افتعال صراعات. احنا لا نفتعل الصراعات ولا ننجذب اليها. دي نقطة نظام مهمة. احنا يا جماعة ما اعتقدش ان انتوا جداد علينا ولا احنا جداد عليكم. اعتقد في ما بيننا فترة طويلة جدا وسنوات من العطاء خلتكم عارفين منهج ملك وكتابة. إذا ما قدرناش نشد الناس معانا لفوق، ما حدش هيشدنا لتحت. احنا بننطلق من ارضيه فيها الكثير من الثوابت وفيها الكثير ايضا من المعاني والدروس. هنتجاوز عن اي هفوات واي تجاوزات ممكن تحدث من قبل البعض في حق اشخاصنا، ومدركين ان احنا هنتعرض لرذاذ. ويعني احنا لو ما سببناش ازعاج للمتجاوزين نبقى احنا المتجاوزين. يبقى ما بنعملش حاجه. لا يعني فمبدئيا اي حد بيعمل ازعاج لمصدر خطا احنا مدركين وعارفينه. رقم اتنين، عندنا من الحرص الشديد اولا على قيم المهنه، على طبيعه الرساله الاعلاميه اللي احنا مسؤولين عنها، عن قيم وثوابت وتقاليد النادي الاهلي اللي احنا بنتحدث من خلال قناته. فبالتالي كل هذه الاطر القيميه احنا ملتزمين بيها. في السياق هتسمعوا كلام كتير، في السياق هتلاقوا تجاوزات كتيرة قوي، في السياق هتلاقوا تقولات. دول قالوا في ملك وكتابة كذا ومحدش قال حاجة. طب يا سيدي ما إذا اختلفنا في شيء ما تردوا له النص. نص احنا ما قلناش حاجة، احنا الكلام اللي بنقوله متسجل وموجود. فبالتالي هذا التقول وهذا التأويل كلام ما اعتقدش أبدا بينطلق على حد، لكن خلينا نشد الناس معانا لفوق شوية، خلينا نسهم ولو بقدر متواضع وبسيط في الارتقاء بلغة الحوار، خلينا نعزز وندعم
معنى ومبدأ الروح الرياضية. خلينا نفكر الكل إن إحنا في بلد واحدة في وطن واحد، عندنا أهداف كبيرة جدا مشتركة بين الأسر الرياضية، ما يجمعها أكثر بكثير مما يفرقها. فبالتالي ده مش وقت لا تناحر ولا تنافر ولا لعب عيال. لازم إن الكل يرتقي إلى مستوى المسؤولية شوية. وزي ما بقول لكم وأكدنا على ده المرة اللي فاتت، أهلا وسهلا بأي مناقشة مهنية، أهلا وسهلا بأي حديث حوالين طبيعة المهنة والرسالة واللي احنا بنقوله. احنا لا ندعي أبدا ان احنا بنحتكر الحقيقة، من الوارد جدا ان احنا في بعض في بعض المواقف تحصل أي هنات، ده مش معناها ان احنا حاورني ناقشني صح. لكن تعالى قول لي انت غلطت في كذا، او المستند ده مش صحيح، او الكلام ده فيه اجتزاء، او 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 هقول لك برافو شكرا. لكن بهذا الشكل ما اعتقدش ان احنا فاضيين للكلام. لا مش فاضيين لإلح الكلام ولا الحق ولا يعني. انا اشكر كل شخص اهتم يعني انه ينبه من واقع الحب والحرص يعني. بس مش عايزين نشغل قوي غير بالمفيد واللي يفيد المجتمع، وفي نفس الوقت يحافظ على لا حقوق الاهلي وتاريخه وثوابته. بالظبط. القيمة والقامة هتستمتعوا بيها النهاردة، وهستأذن المهندس عدلي في أن أنا هحاول أسرق منه بعض اللحظات للمزيد من التفاعل مع حضراتكم واتصالاتكم، بس بقدر الإمكان برجاء المزيد من الحرص والالتزام. ما لناش دعوة بالإساءة لأي حد، ما لناش دعوة للحديث عن أي حد، خلينا نسعد ونفخر. ومحدش يقول فلان قال. بالظبط. من فضلكم. النهاردة باتوا استعدادا لمباراة طنطا في الدوري اللي الأهلي كسبه. وده قدر الأهلي. حسم البطولة بدري، لكن المسابقة مستمرة، فعنده مباراة يوم الاثنين إن شاء الله مع طنطا في الأسبوع 30 للبطولة اللي احتفظ الأهلي بلقبها. رجع الأهلي امبارح من الفجيرة، والحقيقة عمل رحلة كبيرة جدا، عمل مردود عالي قوي، عمل أصداء عالية في الإمارات، وهنشوفوها بالتفاصيل النهاردة. لكن ما إن رجع النهاردة حتى بدا او رجع امبارح بالليل، يمكن حتى العوده يا باشمهندس كانت في الفتره بتاعت العاصفه الرعديه الترابيه العنيفه اللي كسرت سماء القاهره، لدرجه انه الطياره الخاصه اللي كانت راجعه بالبعثه امبارح قعدت 40 دقيقه فوق القاهره مش عارفه تنزل. تقلبات جويه كتيره جدا، احداث حاله من القلق والفزع الشديد داخل الطائره. لكن بعد الحمد لله بعد وقت 40 دقيقة من محاولات الهبوط تمكنت من الهبوط بسلام الله. الأهلي استأنف زي ما شفتوا حضراتكم هذه اللقطات السريعة، كابتن حسام البدري سريعا اللعيبة انخرطت في المران استعدادا لمباراة طنطا. غاب عن المران طبعا اللعيبة الدوليين اللي كانوا موجودين مع المنتخب في معسكر سويسرا، سبعة ما شاء الله، محمد الشناوي وسعد سمير وأحمد فتحي وأيمن أشرف وحسام عاشور ومروان محسن وعبد الله السعيد. المران شهد مشاركة النيجيري جونيور أجاييه اللي كان سافر لمنتخب بلاده وشارك معاهم، كما شارك أيضا الجنوب أفريقي باكا في المران بعد ما رجع القاهرة أيضا من رحلته لجنوب أفريقيا، واكتفى المغربي وليد أزارو بتدريبات في الجيم. يعني ما شاء الله، بصوا الأهلي سبعة مع المنتخب الوطني، أربعة المحترفين مع منتخبات بلادهم، أيضا عدد من لاعبي المنتخب الأولمبي كانوا مع كابتن شوقي غريب في رحلة السعودية. بدأ الفريق يلم شتاته، بدأ الكابتن حسام البدري يستعيد عناصر الفريق عشان يبحث مع يلفت نظرك حاجة مهمة يا أستاذ إبراهيم. اتفضل. عودة الأجانب في ميعاده. هذا الالتزام أحد سمات وشخصية الأهلي. أيوه. لأن الدوري محدش قال لك بقى ما هو الدوري اتحسن بقى وممكن دورنا يتأجل ولا ناخد لنا يوم ولا اتنين زيادة. ده الشيء الرائع اللي بيميز الاهلي يعني. ايوه. اذا كانش شيء بالاتفاق مع الجهاز الفني الكل ملتزم. وعلي معلول طبعا بيعاني من اصابه ان شاء الله يتم تاهيله منها كويس. لعيبه المنتخب الاولمبي اللي شاركوا معاه كانوا صلاح محسن وكريم ندفد واحمد حمدي واحمد ياسر ريان واكرم توفيق. في الوقت اللي تغيب شريف اكرامي حارس المرمى الدولي عن التدريبات الجماعيه بعد معاناته من نزله معويه. عمرو السولية غاب عن المران بإذن لأسباب خاصة وافق عليها الجهاز الفني، والأهلي أدى تدريباته الجادة زي ما شفتوها. علي معلول إن شاء الله هيرجع للقاهرة يوم السبت،
ولن يتمكن من المشاركة في مباراة طنطا للإصابة. زي ما قلت خد إذن من الجهاز الفني، اقتنع الجهاز الفني اتفضل. بالظبط. الجمهورية والوطن والأخبار وكله بدأ الحديث عن تجديد عقد الكابتن حسام البدري. جريدة الوطن قالت إنه الكابتن الخطيب حسم التجديد للبدري لمدة موسمين مقابل 700,000 جنيه شهريا. الجمهورية قالت الأهلي خلاص جدد للبدري وإنه اللجنة استقرت على 800,000 جنيه خالصة الضرائب. هتلاقوا كل حاجة فيها سعر. الأخبار قالت البدري بيطلب المليون للتجديد. فالثلاث جرايد فيهم ثلاث أسعار بثلاث مرتبات. والحقيقة إحنا بس اللي إعلامنا بينشغل بمرتبات المدربين وأجور اللاعبين. الكلام ده علاقة تعاقدية في كل الدنيا بين النادي واللاعب، بين النادي والمدرب. مشكلتنا الناس باصه في طبق الاخر، ما حد، كل واحد باصص للتاني. خلصنا من ازمه عبد الله السعيد، خلصنا من الكلام عن تجديد عقود اللعيبه. طب بالعكس، انا بدا الحديث عن مرتب كابتن حسام البدري وما خلصش من ازمه عبد الله. انت وانا الفتره الجايه هيحيوها من زاويه، هيروح أخرى. فين وهيقعد امتى وهيتمرن ولا لا وهيلعب ولا يعني. بس هو في حد سال هم بقيت مدربين الدوري بيقبضوا كام؟ حد أرى فيه اهتمام صحفي إيهاب جلال في الزمالك بياخد كام؟ أو بدرو في الإسماعيلي بياخد كام؟ أو حسام حسن اللي جدد في المصري بياخد كام؟ أنا شخصياً ما قريتش هذا الاهتمام. كابتن حسام البدري من بدري قوي، من أول ما نجح الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته بدأ الكلام فرق المرتب وهيجدد وهيمشي وهيقعد لغايه دلوقتي. ولغايه دلوقتي اديكوا شفتوا كل جورنان قايل المرتب، كل جورنان حاطط قيمه لراتب المدير الفني للنادي الاهلي، وبضرايب ومن غير ضرايب، يعني تفاصيل ما اعتقدش انها بتشغل حد او بتهم الناس. راجل مدرب محترف، ما احنا لو جبنا مدرب اجنبي هيحقق ربما هذا المردود او اقل، شوفوا هيبقى مرتبه كام. بس لا، انا معلش لا انا ضد دي تمام. فكره ان اجيب مدرب اجنبي بكام يبقى المصري بكام، لا انت بتتغرب عشان تاخد اكتر. واي مدرب مصري، اي مدرب مصري هنا اما هيسافر الخليج مش هياخد راتبه اللي بياخده في مصر بالمصري، لانه رايح ياخد فوارق، والا هيسافر ليه؟ هنا انت قاعد في بلدك. فالربط بين المدرب الاجنبي هياخد، ممكن ياخد اقل على فكره بقيمه المدرب. يعني مش هنيجي بقى، ممكن المصري يبقى بقيمه اقل وممكن مصري اقل. فخلينا كل حاجه افصلها عن الثانيه. معلش فيدي يعني فيتو. طيب الاهرام المسائي قالت انه بازل بيجدد احزان الاهلي، وانه النادي السويسري طلب التعاقد مع عبد الله السعيد بحثا عن صلاح جديد. وقال واحزان الاهلي في ايه؟ طيب ما هو يا ريت انه يروح اوروبا، حاجه جميله جدا. لاعب، ما هو الاهلي ما كانش ضد فكره ان 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 اي لاعب خدم الاهلي انه يحترف، توقيت الاحتراف كان الخلاف. انا هسالك على عبد الله سعيد بس هاخد لك ثلاث اربع اخبار ورا بعض وهرجع كمسؤول تسويق تقول لي. الاهرام المسائي قالت انه بازل بيجدد احزان الاهلي وفكر الاهلي بالفيلم النكد بتاع عبد الله السعيد واللي حصل. طيب الشروق قالت السعيد بيطالب الاهلي بتحديد مصيره، وقالت ان اللاعب قال لمدير الكوره سيد عبد الحفيظ احضر للتمرين ام انا في اجازه مفتوحه، وسيد قال له ده مش قرار لوحدي. لكن كمان الوطن قالت بعد ما الاهلي قاهر مارادونا برباعيه، عبد الحفيظ بيقول مصير عبد الله السعيد في ايد المجلس. المصري اليوم من جانبها قالت انها بترصد تفاصيل انهاء الاهلي تجميد السعيد. الاهلي ما كانش يجمد السعيد. وقالت انه في محاولات لاقناع اللاعب بالتقدم باعتذار مكتوب للمشاركه بالدوري بعد وساطه المنتخب. هو قرار الاهلي بايه؟ رجعت بعد كده قالت الاهلي بيوضح موقف عبد الله السعيد، ونقلت عن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره نفي ما تردد عن اخبار عن سفر عبد الله السعيد بدون اذن، واوضح مدير الكوره انه سعيد حصل على اذن بالفعل
بمد فترة الراحة بتاعته بشكل إضافي بعد اللعيبة الدوليين ما رجعوا من سويسرا. وقالت إن سيد عبد الحفيظ بيقول إنه عبد الله سعيد هينتظم في تدريبات الأهلي ابتداء من يوم السبت بعد العودة، وإنه الجهاز الفني منح اللعيبة الدوليين راحة 24 ساعة من ضمنهم عبد الله السعيد. يعني واضح كل هذا الجدل يا باشمهندس. الاهلي جمد عبد الله السعيد عشان يفك التجويد. قرار الاهلي ليس فيه عقوبه على عبد الله السعيد. لم يقل ايقاف عبد الله السعيد، لم يقل تجميد عبد الله السعيد، لم يقل تغريم عبد الله السعيد، لم يقل منع عبد الله السعيد من التدريب. قال عرض عبد الله السعيد للاعاره او البيع. فانت خلينا ناخد القرار في اطاره. وطلع بعد كده تصريح من الكابتن حسام قال انا بتعامل ان عبد الله السعيد معايا، ولو احتجته لحد ما يتحدد مصيره ده قراري. النهارده يقال ان كابتن سعد عبد الحفيظ قال ده قرار المجلس. في كل الاحوال هو سياسه للاهلي، والمجلس او في لجنه الكوره هي هو اتفاق مع لجنه الكوره والمجلس. تفتكر القرار اتاخد يوميها بمعزل عن الجهاز الفني والاداري؟ لا طبعا. قرار كابتن خطيب؟ لا، هو كان اجتمعت لجنه الكره وطلع القرار. اذا دعونا لا ناخذ الامور في منحى مش موجوده فيه، لان احنا برضو ادركنا ان عبد الله السعيد ما هو لاعب دولي ولازم ينتظم ويبقى يتمرن ومنتظم وكل حاجه. مساله لعبه من عدم لعبه، ايه العروض اللي جات له؟ ايه ده كلام هيتقال في لجنه الكوره، والى ان يصدر من لجنه الكوره شيء لا نستطيع الحديث في هذا الامر، لان ده نظام الاهلي. احنا مش هنقعد نتجرجر في تكهنات او لكن في كل الاحوال هي المقصود الخبر الجاي. مقصود بان الليله دي كلها اقرا الخبر الجاي. ايه بقى؟ ما تقرا. طيب، عاشور واكرامي يطالبون الاهلي بالترضيه. وده الكلام عن انه بعد تقصد انه في ربط بين قيمة هي العقد. عشان كده عشان يتقال اللعيبه في ازمه وسليمان مش عايز. وليه سليمان مش عايز؟ يعني هو الفكره عشان يتقال كده. عاشور وسليمان واكرامي كمان. ما هو اكرامي دلوقتي هو اكرامي، مشكله اكرامي النهارده ما هياش العقد اطلاقا. مشكله اكرامي النهارده الراجل عايز يلاقي فرص للعب عشان ما يروحش عليه كل الفرص اللي بقت بتقل شويه عشان المنتخب. لا، هو مع كاس الامم الافريقيه كان مصنف رقم واحد بين الحراس الثلاثه. ايوه. فالظروف يعني اتغيرت بشكل حاد جدا بعد كاس الامم الافريقيه، والراجل من حقه انه يفكر بالطريقه دي. انا عايز اشوف ازاي يرجع المنتخب. هو ده اعتقد الهاجس اللي عند كابتن شريف اكرامي، مش الطرديه وعدم الطرديه يعني. فاحنا مش عايزين نحط الملح على الجرح باستمرار، ان احنا ولذلك انا بقول لك ايه، مش هنطلع نتكلم الا بميزان. في اي المعلومه لازم تطلع من نادي الاهلي صح. عندما نعلم معلومه من لجنه الكره هنبتدي نتحدث. طب ايه رايك في اللي جاي ده؟ انه في اتفاقيه بين الكابتن محمود الخطيب، ده الجمهوريه، بمشاركه الخطيب والبدر وغالي معاهده الكابيتانو في الاهلي. قصتها قالوا انه حسام غالي لما رجع من السعوديه رجع على اساس انه هيكمل الموسم ويعتزل. فالزملاء في الجمهوريه بيقول لك لا، في معاهده للكابيتانو في الاهلي انه حسام غالي نفسه يكمل لنهايه المشوار الافريقي عشان يختتم مشواره والاهلي في واخد بطولة الدوري أبطال أفريقيا. برضو مسائل استباقية. دي مسائل فنية بحتة. يا أخوانا أنت لسه عندك عندك قائمة هتنزل من 30 ل 25. الكلمة دي هتتحكم في حاجات كتير جدا. يعني عندما يتمكن الأهلي من إنه يعمل كل الأمور دي دون أن يعني يؤثر على قوام الفريق وكيانه اللي هو عايز يكمل بيه، ممكن نتكلم في الحاجات دي. النهارده القرار فني بحت. النهارده فني بحت، لكن لا زي النهارده لا فني، عشان ما حدش يتكلم، فني بحت وجزء منه طبعا سياسه استراتيجي. استراتيجي.
لانه انت مش بتتكلم على حسابات الموسم ده ولا الماتشين اللي جايين ولا البطوله الجايه. بتضيف لي جمله كده بدور عليها. هتقول لي سعد؟ سعد. طيب زي النهارده لكن في 1992 كان في 27 مارس 93 في بدايه مشواره الافريقي في دوري او بطوله انديه افريقيا ابطال الكؤوس فاز الاهلي على بامبا التنزاني 5-0. سجل محمد رمضان وياسر ريان ووليد صلاح كل منهم هدف، وسجل حسام حسن هدفين. نفكر حضراتكم في خماسيه الاهلي أنا عايز في بامبا التنزاني للشاب الجميل هشام سمير. كان يعني متفق مع الاعداد وعامل لك صوره ما شاء الله، عامل لي صوره وكلام بمناسبه. خلاص بقى يعني انا بشكرك. لو انت ذكرته لازم انت تشوفها. لا لا ورينا لا لا من فضلك. لا خلاص خلاص خلصت. انا بعتذر له. هو انا طلبت عدم هو رسم الراجل صوره بمناسبه عيد ميلاد المهندس عبد القيعي. خلص الموضوع عليه. مش هنفضل بس انا عشان هو ما يتصورش ان هم يعني المقصرين. لا انا يعني خلاص الليله دي اتقفلت بقى كمان يعني. شكرا يا هشام. نشوف خماسية الأهلي في مرمى بمبا التنزاني. عشر ياردة وأسامة بيعملها وجول وجول ورمضان وجول ورمضان ورمضان وجول جول 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 وياسر وبالعرض إلى عبد الجليل وهات وخد وياسر وجول 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 وياسر وجول وياسر وجول اثنين اثنين. ياسر ريان ياسر ريان الجول الثاني ياسر ريان اوفر حسام حسن وجول 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 حسام حسن وجول يا حسام حسن وجول ووليد صلاح الدين وعدى وليد وجول وجول وليد وليد وجول وجول وليد صلاح الدين يا أربعة 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 وليد صلاح الدين. هنشوف يا ترى إيه الفكرة هنا. جابوا جولين من خارج الصندوق يا ترى. حسام حسن جول حسام حسن جول. ايه ده ايه ده الفكر. رحمة الله على الكابتن محمد حسام المعلق الرياضي. وعلى ذكر محمد حسام خلينا النهارده ما يفوتناش نهني الكابتن جهاد جريشه. تم اختياره حكم بشكل رسمي، دخل ضمن قائمه حكام كاس العالم. نتمنى له التوفيق باذن الله. يعني يبقى ان حكم مصري موفق في كاس العالم باذن الله. لكن انا بالنسبه للجون بتاع كابتن وليد صلاح الدين يعني نسخه مكرره البطوله العربيه. ده دليل انه بيقصد اللي بيعمله في البطوله العربيه امام الرجاء. ولما قعد كابتن محمود بكر يقول هدف تاريخي هدف تاريخي، لو تقدر تجيبه لنا بسرعه الناس تفتكر. نفس الكوره عايز يجيب هدف تاريخي، راح ناحيه اليمين خالص على القرب للخط ورقص رقص واللعيبه بشماله فجت جول. اللعيبه اللي ليها المذاق ده لا تحرز الاهداف اعتباطا. طب تسمح لي بس الاول قبل ان يفوتون الامر. ايوه. كل العزاء للاستاذ ايهاب الهيطه ايهاب الهيطه مدير منتخبات القوميه. وفاه والدته. وفاه والدته. يعني يصبروا ويرحمها باذن الله. نشاطر المهندس ايهاب الهيطه الاحزان لوفاه والدته. والحقيقه الشيء بالشيء يذكر، ايهاب الهيطه مع المنظومه الاداريه لهم دور كبير قوي في تاهل مصر كاس العالم. كوبر ما بيلعبش كرة أجمل من الكرة اللي لعبها حسن شحاتة والجيل الذهبي بتاع أبو تريكة وزملائه. وما كانتش المسألة فيها الإنجازات حتى والتوهج اللي حصل في كأس الأمم الأفريقية 3 مرات. بس حسن شحاتة على الأقل في تجربة الجزائر والتفاصيل اللي حصلت ما كانش عنده هذا التنظيم الإداري اللي ساعد كوبر بنسبة كبيرة جدا على التأهل لكأس العالم. وفي هدوء. صحيح صحيح. لا بيروح للاضواء ولا بتاع، لا راجل بيشوف شغله. كل المشاركة وجايب ولاد شباب صغيرين. يعني بيعتمدوا على العلم في شغلهم، شفتهم في شغلهم. رحت مره او اتنين في اتحاد الكوره وكان هو موجود في مكتبه، فدخلت سلمت عليه شفت بيشتغل ازاي. هيسيب وراه ناس
كوادر يعني. طيب دي كانت الإطلالة الإخبارية السريعة. الأهلي القيمة والقامة وحديث ورأي أسطورة الملاعب عن نادي القرن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مستمرين في مناقشة قيمة القيمة والقامة، تأثير القيمة على القامة وتأثير القامة في القيمة. الأهلي قامته كبيرة، القامة التاريخية بتاعته، الإيمج بتاعه، القيمة التسويقية بتاعته، إيه تأثير ده على حقوق الأهلي التسويقية؟ دي هنتكلم فيها باستفاضة، لأنه بكرة إن شاء الله تعالى بيعلن الأهلي رسميا عن طرح كراسة الشروط في مزايدة كبيرة لحقوق الرعاية وحقوق البث، فدي هنتعرض لها بالتفصيل. اللي يسعد كل الأهلوية إن شاء الله، الأهلي عنده طموح يوصل للمسألة بأرقام كبيرة. طالما تحدثنا على القيمة والقامة، ممكن نبارك للسفير أحمد القطان الصديق العزيز الأهلاوي اللي متربي معانا في النادي الأهلي. صحيح. الوسام والتكريم الذي يستحقه، والذي يعني جاء تتويجا لعلاقة مع مصر والمصريين كانت رائعة، وأعتقد أنه يستحق هذا التكريم، فله منا كل التهنئة. تم تعيينه أو تم تكليفه بوزارة المملكة للشؤون الأفريقية، نتمنى له لمعالي الوزير أحمد قطان كل التوفيق في حقيبته الوزارية الجديدة إن شاء الله. الأهلي بمناسبة بقى السعودية، لكنه في الإمارات، هذه الرحلة المبهجة جدا اللي قام بيها الأهلي للفجيرة، اللي شارك فيها نادي الفجيرة احتفالاته بمرور 50 سنة على تأسيسه. شايفين حضراتكم لقطات من هذه المباراة اللي الأهلي سافرها بدون كل هؤلاء اللاعبين الدوليين والأولمبيين والأجانب، وسافر بعدد قليل، قادهم حسام غالي لهذا العرض الشيق جدا اللي أسعد كل الأهلوية، واللي خلى أسطورة الكرة التاريخية ديجو أرماندو مارادونا يتكلم على الأهلي بإعجاب وثناء شديد. هنتعرض له إن شاء الله على النهاردة في اللي حصل، لكن عايز أقول لكم ممكن نتوقف ثانية بس، لأن أنت بتتكلم على القيمة وعلى مدى ثقة الناس في منطقة الخليج تحديدا في النادي الأهلي. نادي الفجيرة كان بيتكلم من يوم ما كنا في السعودية في مباراة اعتزال تكريم فؤاد الأنور أو تكريمه. تاني يوم تلقيت المكالمات وابتدت مسألة إن الفجيرة عايز الأهلي في احتفالية 50 سنة بتاعته. طيب الخوف ساعتها إن ما لقيش وقت علشان الماتش يتلعب، فبمجرد ما الأهلي قال ما فيش وقت في زحام بتاع، طب ما نلعبه في فترة التوقف بتاعة المنتخب. يا جماعة احنا مش هيبقى معانا اللعيبة الدوليين، مفيش مشكلة، ده الأهلي. طب مش هيكون معانا اللعيبة بتوع المنتخب الأولمبي، مفيش مشكلة، ده الأهلي. طبعا من الأول اللعيبة الأجانب الدوليين الأربعة، بس ده الأهلي. هذه الثقة وهذا الإصرار على أن يذهب الأهلي، ها، خلى الأهلي نفسه عنده استعداد كمان أنه يشارك بمجاملة محسوبة في هذه المناسبة. وأعتقد لم يخب ظن لا الفجيرة ولا الإمارات ولا النادي الأهلي ولا مشجعي النادي الأهلي في كل مكان. فكانت هذه المجموعة من اللاعبين 16 تقريبا أو 17 لاعب بقيادة حسام غالي اللي سافروا للفجيرة عشان يعملوا هذا العرض الشيق جدا. بص الجون ده، بص الجون ده والذكاء بتاعة إسلام محارب فيه. لو حسام غالي ما شاء الله، يعني حسام طبعا، بس الحديث عن حسام ده. طب انا هقول لك حاجه، لقطه ما حدش خد باله منها في الجون الرابعه، لما يجي شوف نص الملعب كيف تسلم كابتن حسام الكره بصدره وهو بيلف عشان يرقص الاثنين اللي جنبه من غير ما عايزك تشوفها لما هيجي الجون الرابعه.
لا عايزينهم الاول يا شباب، عايزينهم الاول لان ده برضو جون جميل قوي، بس عايزين نشوف الكره من الاول. لو تقدروا تجيبوها لنا ساعه ما الكابتن حسام استلم يا ابني من الاول يا حبيبي. اللي هو الجون ده ولا الدبل كيك؟ هو ده. لا الدبل كيك دي خلاص هو خد قرار. الدبل كيك دي عملت مشكله مع الواد محمد ابني. اه استنى من ساعتها وكل يوم عمال يتنطط عليه يا سلم. طيب ما تستعجلش ما تعدش تاني. الا لما تجيب الكره دي هو واقف في وسط اثنين وظهره لملعب المنافس. ها وهم حواليه. راح واخدها بظهره بصدره ولافف. فبقوا براه. زقها زقه وراح مبصيها. كوره فيها ابداع. لا معلم مجله الاهلي في عدد خاص او عدد موجود في السوق من النهارده احتفالا او تغطيه لكل هذه الاحداث بتفاصيل دقيقه جدا، قالت وتتوالى الفرحه والانتصارات بطل الدوري سفير السعاده بالامارات. انا مبسوط منك في حاجه انك عملت بنصيحتي ابتديت تحط الاهلي على خريطه البرنامج. فريق الاعداد مش انا. يعني لو حد تشكرهم هم. بطل الدوري سفير السعاده بالامارات وحديث عن كل هذه البطولات المبهجه للاهلي وجماهيره سواء في الكره الطايره رجال او سيدات، البطوله الافريقيه اللي شغاله دلوقتي، حسم الاهلي لبطوله الدوري، ثم كلام مهم وحوارات للاعبين عن طبيعه المرحله اللي جايه. الاخبار بعد هذه الرحله للاهلي في الفجيره، قالت محارب الهاتريك يقود الاهلي لفوز ودي على الفجيره 4-1، البدر يتفوق على الاسطوره مارادونا وهدف غال للكابيتانو. المسا يعني مارادونا راح في الرجلين ليفل. المسا قالت البدري يضرب مارادونا برباعيه محارب وغالي. الاهلي احتفل باليوبيل الفضي لنادي الفجيره واصطاد 3 عصافير بالفوز الكبير. الاهرام المسائي الاهلي يدك فرقه مارادونا برباعيه. محارب يسجل 3 مرات في احتفالية الفجيرة وغالي يقود شبابا بهدف عالمي. يعود شبابا بهدف عالمي. في سرعة بديهة يعني. رئيس الفجيرة الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، ليه الأهلي في الاحتفالية؟ وهنا عايز أقول حاجة، لأنه الكلام على حجم الشعبية ووصل الزمالك في الخليج شعبيته أكتر من الأهلي، ومعرفش إيه السند وإيه الدليل. اصل في مدربين كتير من نادي الزمالك دربوا في الخليج. طب ما في مدربين كتير جدا. لا في البدايه انا معاهم. في البدايه خالص في الستينات والسبعينات. اول ناس راحت مرنت وعملت علاقات وكابتن زكي عثمان وكابتن اعتقد ابو رجيله وناس لي وعصام بهيج. في طيب الفتره دي كابتن الوحش والكابتن والشيخ طه والكابتن محمود الجهري. بس هم كانوا سبقوا وعملوا علاقات وصداقات في البدايه لما كان التشجيع كله 1000 ولا 1500 واحد. طيب لكن مع لا ده الاهلي بيتحرك لوحده بقى. يعني دايما ما هي دي بقى القيمه والقامه. قامه الاهلي في الخليج تعبر عنه قيمته التسويقيه في مثل هذه المباريات. ما هو اللي بيتحرك لوحده. مش ان ما فيش منافس. بيتحرك بوحده بقيمته. بقيمته. يعني هو بدا يتحرك بقيمته. طيب. مارادونا المزايدات تبدا بس. بالظبط. قيمة الأهلي في الخليج عاملة إزاي؟ ولماذا هذا الحرص على وجود الأهلي في الخليج؟ أعتقد كان من المهم يكون معنا من هناك الزميل والصديق العزيز علي معالي الناقد الرياضي بجريدة الاتحاد. مساء الخير يا أستاذ علي. مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عادل. أهلاً يا علي، أخبارك إيه؟ الله يخليك، مساء الخير، ربنا يخليك يا باشمهندس حضرتك. حبيبنا ومفتقدينك هنا بس فرحانين بيك هناك. ربنا يخليك ويبارك فيك يا باشمهندس، انا سعيد بسمع صوتك دايما يعني. الله علي معالي واحد من المحترم المتألقين هناك، وبعدين عنده علاقة فريدة بعدين اسمه وأثيرة جدا. علي معالي. معالي ده بيتكلم من دور العاشر. يعني احنا كلنا بنقول معالي علي. طبعا. علي عنده علاقة رائعة جدا أنا لمستها في الإمارات مع مارادونا. تقريبا يمكن كل الحوارات الخاصة بياخد الجنسية والتصريحات المهمة لمارادونا تملي مع علي معالي. قول لي علي ايه الحكايه مع مارادونا؟ انا شايف اهو الصوره الراجل فيه عناق حر بينك وبينه بود شديد ولا كانه كان معاك في دار التحرير. او انت معاه في الارجنتين. او انت معاه في الارجنتين. سعيد بالعلاقه دي لانها مع واحد من اروع لاعبي الكره في تاريخ
العالم بشكل عام يعني. صحيح. ودي صداقة الحمد لله يعني تكونت من أول ما وطأت قدمي دبي، كان في تدريب الوصل من 7 أو 8 سنين. أيوه. فالحمد لله استمرت هذه العلاقة حتى اللحظة بشكل في ثقة كبيرة جدا بيني وبين الحمد لله. والراجل ده يعني أعتقد الجميع يعلم علاقته بالإعلام يعني فيها شد وجذب رهيب جدا. ده فيها ضرب مش شد وجذب، ده كان زمان فيها ضرب وخناقات وإسام. وما زال حتى الان يعني في الارجنتين لما بيسافر بيستفز بشكل الاعلام الارجنتيني معاه متوتر دايما جدا يعني، وما زال يعني حتى هو لما بيسافر دايما بيقتصر على وقت محدد بعكس ما هو في دبي عايش في راحه وعايش في بعد عن هذا الضغط العصري الاعلامي يعني. قول لي انطباعاته عن المباراه كانت ازاي؟ والله الراجل للامانه يعني انا اول ما الماتش خلص يعني لمحت لفته جميله جدا انه سلم على حسام غالي وقال له باللفظ كده ان انا بحبك. المترجم الزميل الاستاذ محمد النجار برضه واحد من المصريين الجمال يعني مع مارادونا بقاله سنوات طويله. فرد نفسه او الكلام نفسه كان مفاجئ لحسام غالي. فحسام قال له حسب برضه المترجم محمد قال لي ان حسام قال له ان انا بحبك اكتر يعني. لان برضه مارادونا كان قبل كده كان شاف ماتش للاهلي مع روما في استاد هزاع بن زايد لما كان الماتش الودي الجميل اللي عمله الاهلي. فكان في لقطه من اللقطات حسام لما وهو خارج من الملعب كان باستبدال فالجماهير كلها سقفت ليه في الملعب، حتى سال عليه وقتها يعني قال ده مين ده الجماهير كلها، قلنا له حسام غالي يعني. فمن وقتها وهو في الذاكره عنده يعني، فلما شافه قال له انا بحبك لان انا شفتك من يوم ماتش لروما. فكان لقطه كويسه جدا من مارادونا ليه يعني. قبل كده برضه مارادونا معجب جدا باللي شافه في الملعب لانه لدرجه انه قال ان الاهلي هو بوكا جونيور العرب يعني بوكا جونيور الكره العربيه. بوكا جونيور العرب سواء لان بوكا جونيور مارادونا يعشق بوكا جونيور اكثر من برشلونه واكثر من ريال مدريد لان هو ده النادي اللي يتدامه دايما يعني. هو بوكاوي. فقال ان الاهلي وجماهيره بيفكروني بالجماهير الارجنتينيه يعني الملعب، بيقول انا من زمان ما شفتش جماهير بالشكل ده بقالي فتره طويله جدا يعني. فقلت له حتى ما بالك لو طبعا الاهلي ككيان للامانه في الخليج بشكل عام سواء فريق كبير او صغير بيبقى له الجمهور والحضور الدائم يعني، فقلت له ما بالك لو الفريق الاول موجود كنت هتشوف الملعب ده يعني مليان وهتلاقي وضع غير كده خالص يعني. هو كمان ابدا اعجابه بال يعني بتحركات اللعيبه في الملعب بثقه اللعيبه في الملعب على الرغم من عارف ان دي مجموعه من عدد كبير من يعني نقول البدلاء مش اللاعبين الاساسيين، لكن نقول ان الفرقه فيها شكل ثابت جدا في الملعب، فيها ثقه في التحركات، فيها اداء ايجابي جيد جدا يعني في ارض الملعب بشكل عام. يعني يتمنى انه يلتقي الاهلي في وقت افضل من ده لانه برضه هو لما لعب المباراه لعب بعدد العدد الاكبر من لاعبي انديه دوله الامارات وبالاضافه لياسر قحطاني نجم الكره السعوديه، فكل اللاعبين مش بتوعه يعني، وبالتالي هو كان قاعد كرمز مش 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 اكثر يعني لانه طبعا اللعيبه اول مره يلعبوا معاه، فكان يتمنى انه يلتقي الاهلي في الفريق وهو يبقى فيها الاداء افضل يبقى فيها المتعه اكثر يعني. هو شايفها مباراه احتفاليه. طبعا ده درجه تقول احتفاليه لدرجه انه يعني خلى احد حراس احد اللاعبين هو حارس مرمى الفريق ماجد ناصر هو المدرب بتاع الفريق في ارض الملعب يعني قال له انت اللي هتحرك اللعيبه قدامك وانت اللي هتوجههم وانت اللي هتبقى لك الدور الاكبر فيه. نفض ايديه من الماتش يعني. لا ما رفضش، لكن هو بدا ينزل اللعيبه بتوعه على فترات على اعتبار انه عنده ماتش يوم السبت في الدوري وماتش مهم، وهو برضه من يعني الاهم بالنسبه له انه عنده ماتش في الدوري وماتش من الماتشات اللي هتساهم في ان الفريق يتقدم في الترتيب على اعتبار انه يصعد لدور المحترفين مره اخرى، وهو قريب بنسبه 70 او 80% من العوده لدور المحترفين، فبالتالي كان عايز ان المباراه تكون مجرد بالاضافه انها احتفاليه انه يستفيد من بعض العناصر اللي من لعيبته بقى لها فتره، وده اللي عملها فعلا من اشهر 3-4 لعيبه اللي غايبين عن الـ عن الـ عن المشاركات، واستفاد بيها بشكل عام انه شاف كمان الاهلي على ارض الواقع وشاف الجماهير المصريه على ارض الواقع، هو شافهم قبل كده في المباريات لكن دلوقتي شافهم كمدرب وهو رأيته عن الكره المصريه بشكل عام
حتى من خلال المترجم او من خلال لما نقعد معاه يعني بيتكلم على الكره المصريه وعلى المدربين على كوبر على الوضع بالنسبه للكره المصريه، وهو كمان متابع لها بشكل يعني او باخر بالنسبه للكره المصريه بشكل عام. عنده راي في هيكتور كوبر ولا ما سمعتش منه رايه؟ والله للامانه هو الراجل ده صريح جدا وما عندوش ما يعرفش يخبي حاجه يعني. اه هو مشكلته يعني لما يتكلم على كوبر يقول هو راجل ما يعني ما عندوش حاجه يقدر يقدمها، يعني راجل كبر خلاص وما عندوش الحاجه اللي يقدر يفيد بيها وما عندوش الفكر اللي يطور بيه الكره المصريه، ودي حقيقه واضحه يعني انا احنا كلنا كاعلاميين في الامارات على سبيل المثال عندنا قناعه كامله ان مع احترامي طبعا لرئيس اتحاد الكره مع احترامي كوبر، عندنا قناعه كامله ان كوبر سواء نجح الفتره اللي فاتت او الفتره الحاليه بقدرات لاعبين مش بقدرات مدرب، هو عن نفس القناعه موجوده عند مارادونا، موجوده عند ناس كتير من المدربين اللي بيتابعوا الفكر التدريبي في ارض الملعب. طب قول لي علي فيما يخص الاهلي في الامارات حرص الفجيره على انه نادي بيحتفل بخمسين سنه ده يوبيل مهم بالنسبه له يجيب النادي الاهلي، وكنا سمعنا انه بيفاضل بين الاهلي وبعض الانديه الاوروبيه، ليه الاهلي وانت كشاهد عيان ازاي بتقيس شعبيه الاهلي في الخليج وانت اشتغلت في الامارات واعتقد اشتغلت في قطر، حجم شعبيه الاهلي في الخليج والدوافع للتعاقد معاه في مثل هذه المباريات ايه؟ اولا شعبيه الاهلي في الخليج عاليه جدا، وغير شعبيه الاهلي يعني تحديدا في الفجيره وسمو الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي يعشق المصري بشكل عام، وفي حب كبير جدا بينه وبين المصريين بشكل عام. وايضا يعني بيهوى او ليه ميول ناحيه النادي الاهلي، يعني احنا في سنه 99 الاهلي لعب في الفجيره برضه، كان الاهلي قبل كده كان اسمه اهلي الفجيره. ايوه. والاهلي فاز عليه برضه قبل كده 2-1 من سنه 99. ايوه. فهو دائما لما يحتفل بفريق عربي وفريق بحجم النادي الاهلي احتفاليه بمرور 50 سنه يوبيل ذهبي على هذا النادي. اعتقد ان من الافضل ليه او من الجماهيريه انه يحضر بنادي عربي، اكبر نادي عربي، واكبر نادي عربي هو الاهلي، يعني ده سواء رضى البعض او رفض، لكن هو ده واقع طبيعي ان الاهلي هو اقوى نادي عربي واكبر نادي عربي جماهيري على مستوى الخليج وعلى مستوى اي مكان في الوطن العربي، يعني حتى على مستوى اوروبا تلاقي الشعبيه الاكثر للانديه العربيه هو النادي الاهلي بحكم ان المصريين متواجدين، بحكم العرب متواجدين، بحكم ان الاهلي بتاريخه وبطولاته، ده امر واقع يعني. لكن الاحتفاليه مع مرور اليوبيل الذهبي مع الاهلي اعتقد انها ستكون افضل من اي نادي ثاني الا باستثناء مثلا برشلونه او ريال مدريد يعني. ردود افعالها الاعلاميه كان في نجاح لهذه الزياره؟ الزيارة على مستوى الفجيرة أولا يعني أنا خليني أذكر حضرتك حاجة، الفندق اللي كان مقيمة فيه البعثة فندق رويال إن، أولا مدير الفندق شخص مصري جميل جدا وراقي جدا ومهذب جدا الأستاذ رفيق محمد، لم يصدق ما يفعله بعثة الأهلي في الالتزام سواء في مواعيد الاكل او مواعيد الفطار او التحركات، كل ما يعني 10 يعني هي 10 10 ونص يعني 10 ونص، بقول انا اول مره اشوف فريق بهذا الانسجام وبهذه الدقه في التوقيت والتحركات، لان طبعا اعتقد هو كان فوق مدير في فنادق ثانيه فشاف انديه كتير ومتابع انديه كتير، وانا ما شفتش التزام في هذه الطريقه زي ما شفت في النادي الاهلي. اضف لكده الانطباع العام ان سواء في الصحافه عندنا في الامارات او هير ان الاحتفاليه بشكل عام ادت الغرض المطلوب منها، وهي احتفاليه مع نادي كبير وفي وجود مارادونا وفي وجود لاعبين عرب، ادت الغرض من هذا من هذه المباراه، وبالتالي يعني نتمنى ان اي حدث على مستوى الوطن العربي على مستوى الخليج يتم في احتفاليه زي كده، مثلا يتم دعوه فريق عربي بتكون اعتقد الاحتفاليه افضل واكثر بكثير من دعوه نادي اجنبي. يا علي يعني مؤكد يعني ان الموضوع بتاع الشعبيه والجماهيريه له علاقه بالقيم التسويقيه، يعني النهارده لما بيجي فرق من المنطقه العربيه يعني عندك فكره مقارنه بالاهلي مين اعلى سعر؟ على مستوى الوطن العربي اعلى سعر اعتقد هو الاهلي اعلى سعر في الوطن العربي يعني. بعدين حته التسويق يا باشمهندس انا بأزعم بس ما هو انا ليه عايز السؤال الثاني، هل ده بسبب ترتيبه الدولي ولا بسبب ايضا
شعبيته في البلد، الجاليات اللي موجوده هناك وشعبيته في البلد نفسها. هو برضه في مبدا يا باشمهندس من زمان، انا طبعا انا عاصرت الاهلي من ايام الله يرحمه كابتن صالح سليم، وقبل كده طبعا فترات كان في الاستاذ ماجد نواف، كان في عدد من الزملاء، لكن فتره من ايام المرحوم صالح سليم حتى الان انا شايف في منظومه في الاهلي في كل الامور، تسويقيه جماهيريه، كل الامور ماشيه بنمط واحد. انا خليني اقول مثلا احنا لما بيختار رئيس لامريكا، الرئيس بيختار والنظام هو ماشي، نفس الحال في النادي الاهلي بيختار الرئيس ونفس النظام السيستم ماشي هو واحد. فبالتالي الاستقرار في الاداء الاداري، الاداء المنظومه داخل النادي الاهلي دي بتساعد على ان الناس بره بتثق في قدرات النادي الاهلي التسويقيه، والجماهير بره بتبقى في ثقه في ان فريقها هيقع مثلا، لا قدر الله يقع سنه او اثنين، لكن في امكانيات ان يستعيد قوته مره اخرى، وده اللي بيحصل في النادي الاهلي. يعني احنا النادي الاهلي ممكن يقع سنه لكن ما يقعش اربع خمس سنين، ودي قدره ان ازاي الفريق يستطيع انه يسوق نفسه بره، وازاي يقوي نفسه بره، وازاي يقوي نفسه داخليا. دي اعتقد منظومه كويسه جدا وللامانه غير موجوده في اي نادي عربي. يعني حضرتك دلوقتي لو قارنت النادي الاهلي مع عدد كبير من الانديه السعوديه، الهلال السعودي وصل لمرحله عاليه جدا وتاهل اكثر من مره لنهائي دوري ابطال اسيا، لكن لما تيجي تقارن الناحيه التسويقيه والناحيه الجماهيريه بين الاهلي والهلال، لا مع احترام الهلال الاهلي اقوى بكثير، اقوى بكثير. ده النادي رقم واحد في الدوري السعودي. هتدور على في الانديه التونسيه، في الانديه الجزائريه، في الانديه المغربيه، على مستوى الخليج ما تلاقيش نادي مستقر ونادي يستطيع ان يحصد كل هذه البطولات، ونادي عن يجب لنفسه مجال او مكان في التسويق على مستوى الوطن على مستوى العالم زي النادي الاهلي اللي هو عامل من فترات طويله لحد. وعلى فكره يعني احنا مش بنسال السؤال ده من باب التباهي، لكن احنا اصلنا الفقره دي بنقول فيها القيمه والقامه، والقيمه هنا هي القيمه التسويقيه والقيمه الصوره الذهنيه اللي بتخلي النادي الاهلي يعني محط انظار او محط طلب مثل هذه المناسبات وبسعر ينفرد به. هو ده اللي انا كنت عايز اقوله، لان يتردد كل شويه اصل شعبيه الاهلي مش هي الاعلى. هل انت لامس ده ولا احنا عايشين في ايه يعني؟ حتى مش على مستوى الكوره بس، انت لو حضرتك شفت اي لعبه من العاب النادي الاهلي بشكل عام بتتواجد على مستوى الخليج وتحديدا في الامارات، يعني خلينا اكون انا امر واقع قدامي، بتلاقي الجماهير موجوده بشكل مكثف، بتلاقي الترحاب موجود بشكل مكثف، بتلاقي اللي دايما له صوت موجود يعني، لكن حته ان الجماهيريه او التسويق او ده يقل ده بعيد تماما. وبعدين يعني هو المنطق دايما الجماهيريه دايما بتبقى مع الفريق اصحاب الالقاب اصحاب البطولات، ده امر طبيعي على مستوى العالم كله. لما ريال مدريد بطولاته بتقل الجماهير بتبدا تزمزم، مش هقول انها نفس الحكايه، الانديه الكبيره دايما لما بطولاتها بتقل الطبيعي ان جماهيرها بتقل، فما بالك فريق بيحصد القواعد يحصد بطولات، فده طبيعي انه جماهيره تتزايد، طبيعي ان القيمه التسويقيه بتاعته تتزايد، امر طبيعي على مستوى العالم يعني. علي احنا بنشكرك شكرا جزيلا على هذه الايضاحات المستوفيه بجد يعني. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم وسعدنا. شكرا ومزيد من التالق والتوهج انت ومارادونا يا عم مع بعض. شكرا جزيلا للصديق العزيز علي معالي النقد الرياضي في جريده الاتحاد الاماراتيه، واعتقد اصداء رحله الاهلي للفجيره والقيمه التسويقيه للاهلي في الامارات. هي كلمة عايزين نشرح، الأهلي لما بيروح حاجة زي كده عايزين نشرح بس كلمة. هو الرعاة بيحددوا سعر النادي أو سعر البرنامج، افرض برنامج تلفزيوني ليه البرنامج ده في التوقيت ده بيسموه البريميوم، طيب اللي هو الوقت النموذجي أو يعني ده العالم. أغلى وقت من الساعة كذا ده أغلى وقت طب والبرنامج الفلاني ده أعلى برنامج ياخد اعلانات. بتتحدد ازاي؟ بتتحدد بير هيد، التسويق والقيمه التسويقيه اللي بيحكمها بير هيد. يعني ايه بير هيد؟ بالراس البلدي كده. كم راس، كم واحد بيتفرجوا على البرنامج ده؟ كم واحد متعلقين بالبرنامج ده؟ كم واحد متعلقين بالنادي ده؟ بيتفرجوا عليه، بيتابعوه، مرتبطين بيه. ده اللي بيعمل القيمه التسويقيه. فتستطيع ان تستشرف بما لا يدعو مجال للشك او التشكيك شعبيه اي نادي من قيمته التسويقيه. لازم يكون بقى الانعكاس المباشر. لو تساويت وتجرأت ان اتساوي معاك يبقى النهارده قيمتنا التسويقيه لازم تبقى واحده. خلاص؟ لو انا قيمتي التسويقيه يعني اقل منك
مش هاخد الراتب اللي انت بتاخده ولا انت تاخد، فاهم قصدي ايه؟ صحيح. لان هي مرتبطه ال 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 الطلب على المنتج ده ايه. ايوه. فالاهلي براند، براند يعني ايه؟ يعني منتج مصنف، يعني اسم تجاري عالمي. طب وانت بقى مدير التسويق، الاهلي سافر الفجيره في هذه الرحله بينقصوا كل هذا العدد من اللعيبه، خد كام؟ ما اعرفش اذا كان مسموح لي اقول ولا لا. هو الاهلي، الاهلي يعني اصل انا هربط بينهم نتيجه وبين الظروف دي. طلب 300، طلب 300,000 دولار. ولكن تقديرا للمناسبه واسهاما يعني قبل 200، تنازل عن 100,000. لكن لو الاهلي فول تيم لا ممكن توصل لنص مليون و400,000. فاهمني؟ وكانت النتيجه انه الفجيره عمل هذا المهرجان، اصر يعني على الاهلي ونجح بكل بهذا الظروف دي، اصر على الاهلي. انا يعني ما اقصدش المقارنه ولا اقصد بجد التقليل من حد، لكن قبل سفر الاهلي بنتكلم على الدولار. قبل سفر الاهلي للامارات باسبوع كان المفروض نادي الزمالك الشقيق عنده دعوه هيروح يلعب مباراه في دبي خلال فتره التوقف نفسها. الشركه اللي كانت واخده تسوق هذه المباراه ما قدرتش تسوقها، فقالت للزمالك انه مش هتقدر تدفع فلوس، فبالتالي نادي الزمالك، وده طبعا امر طبيعي جدا وان كان الظرف مختلف يعني احتفاليه، اعتذر عن عدم السفر لانه مش هيقدر يروح يلعب ببلاش. لا طبعا ما ينفعش، طبعا له قيمته وحسنا فعل يعني، طبعا له قيمته وبيحافظ على سعره. هي ديت فكره اللي المهندس عدلي بيقولها، محدش في التسويق بياخد حد عشان خاطر سواد عينيه او فلان. هي الفكره شركه تسويق بتاخد هتكسب المباراه ولا لا، هتكسب ولا لا، هتدفع للاهلي 200,000-300,000 دولار يعني كام مليون جنيه مصري، هتقدر تسوق هذه المباراه جماهيريا اعلانيا ايضا بس من البث التلفزيوني. الثلاث حاجات دول هيلموا الليله ولا لا؟ في النهايه مفيش شركه هتدفع من جيبها لو ما عندهاش اقبال اعلاني. شوفوا الاهلي في اي مباراه حجم الاعلان عليه قد ايه، شوفوا في حقوق البث اللي احنا هنناقشها بعد شويه قيمه الاهلي التسويقيه او قامه الاهلي البطوليه انعكاسها على القيمه التسويقيه. كويس انك ذكرت كلمه قامه عشان اربط ربط صغير كده. ممكن بيجي لك لحظه وانت بتعمل مناسبه، يعني الاهلي في المقاويه كان حريص انه يجيب ناديين كبار. ايوه. برشلونه وبنفيكا. برشلونه مبلغ خطير، وغامر الاهلي انه ممكن يخسر في المباراه دي لانه جايب برشلونه. فانت ممكن ايضا الاهلي مش بس قيمته التسويقيه تتحكم في الرغبه في الحصول على ان الاهلي يكون طرف في المناسبه. أيوة. ولكن قامته ايضا. فانت انا لعبت مع برشلونه، واخد بالك؟ ده في المناسبه بتاعتك بيفضل التاريخ يقول انا لعبت مع برشلونه، كويس؟ والاهلي خسر بعض، مش هي دي القضيه. القضيه وقتها انا لعبت مع برشلونه وجبته. أيوة. وبرشلونه قابله. ايوه، كلمه قابله دي بتحسسني انا بالتفرد. اللي انا جبته انه اختار الاهلي زي ما انا اخترته، هو اختار فعلي. لما نقول القيمة والقامة الاتنين بيتفاعلوا مع بعض وبيدي لك حاجة في الآخر، منتج اسمه النادي الأهلي براند. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن برضو حصل كلام كتير الفترة اللي فاتت، ومقارنات ومش مقارنات. احنا بننهج النهج العلمي وليس يعني، والله يا جماعة اوعوا تتصوروا أن يكون في ذهن حد فينا المكايدة ولا الكلام الصغير ده عشان نرد على حد، لا خالص، احنا بس بنشرح الامور بمنهج واقعي وعلمي. واللي عايز يناقشنا يناقشنا بالطريقه دي. واخد بالك؟ ففي فتره من الفترات في توقف الدوري لعبنا بقيمه اقل من كده، لان هو ده السعر وقتها، الظرف، انت اللي كنت محتاج جدا تروح تلعب. واخد بالك؟ فانت يعني الموضوع كله مرتبط بظروف معينه. الدوري كان واقف عندك وعايز تكمل في افريقيا، كنت رايح عشان وعندك عروض، كنت رايح عشان تخرج الناس من مذبحه بورسعيد الى المشوار الافريقي، كان بقالك مده ما لعبتش، فرحت
حتى خسرنا ماتشين من الثلاثه يعني او ثلاثه والله ما انا فاكر. ما كانش الهدف اكتر من انك تجمع الناس في حته بعيد وتلعب لموت تاني. فخدنا اقل من المبالغ دي، لكن كانت في نفس الوقت اللي خدناه ده ثلاث اضعاف اللي كان خده غيرنا في التوقيت ده. طيب رئيس نادي الفجيره الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي يتحدث في قناه ابو ظبي لماذا الاهلي؟ الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي طويل العمر، اولا الف مبروك يعني مرور 50 سنة لهذا الصرح اللي اعطى الرياضه الاماراتيه الكثير، صدر الكثير لمنتخباتنا في مختلف الرياضات. اليوم بمناسبه 50 سنة على اقل يعني، او خلينا نبدا من هذا الشيء، شو نقدر نقول؟ اولا اشكركم على تغطيتكم الجميله في الدوري وفي كل المحافل الرياضيه، وهذا مثل ما تقول عرس رياضي، ونشكر بعد النادي الاهلي على قبوله الدعوه، وان شاء الله يكون انا امنيتي اني اشوف دائما العرب ملتمين على خير. ايش معنى طويل العمر تم اختيار فريق النادي الاهلي المصري؟ اكيد فريق كبير وفريق عالمي، اختياركم له لهذه المناسبه الكبيره. اختيار النادي الاهلي طبعا عشان عنده القاعده الجماهيريه الكبيره، ويمتلك مثل ما تقول يعني هيستوري كبير، تاريخ كبير النادي هذا، واحنا نتشرف ان نلتقي بهذا النادي. يعني حددها استنادا الى قيمه النادي الاهلي وتاريخه. القاعده قال لك عنده قاعده جماهيريه كبيره وعنده تاريخ. قيمه وقام؟ قيمة تسويقية بير هيد وقامة. ده الشيخ مكتوم رئيس النادي والمذيع إماراتي، ما حدش جاب حاجة من عنده، واللغة العربية ما حدش ترجمها. طيب يعني هو كان اختار الأهلي ليه يعني؟ مراسل قناة أبو ظبي منذر المزكي طالب طلب معرفش توافقوه عليه ولا لا، هنعرضه وبعدين هنسألكم. بالزميل منذر المزكي في منطقة كبار الشخصيات. منذر، أنا لازم أسرق يعني هذه منك، أنت تحت الهواء قلتها وأنا بقولها، يعني نتمنى أن قلت يا ريت لو يسلفون نادي الأهلي يلعب في موسمنا سنة واحدة من سعادتك من الجماهير اللي تشوفها. يعطونا إعارة بس النادي الأهلي المصري موسم واحد، خلي الدنيا كلها هذه تتحرك يعني. عموما شوف، من بوابة الرياضة نبغي نقول لجمهورية مصر الغالية والعربية ست الكل حبيبة الدنيا كلها، يعني ان شاء الله انا عارف ان مصر في هذه الايام تعيش ايام وطنيه من خلال الانتخابات الرئاسيه، نقول يا الله في الاستقرار لام الدنيا مصر الحبيبه. فنقول لكل مصري نحن كثير نحبكم، وعارفين قيمه مصر الكبيره بالنسبه لنا، وانت عارف مسعود لما يكون عندك حدث كبير ومهم لازم تجيب ضيف كبير ومهم، واليوم يحل الفريق نادي الاهلي المصري ضيف عزيز وكبير ومهم بالنسبه لنا، ونسعى دائما ان شاء الله ننقل الصوره واجمل تفاصيلها للشارع المصري قبل الشارع الاماراتي. موافقين الاهلي يروح الامارات تستلف الاهلي سنه، قال لك بس يسلفونا الاهلي سنه واحده يحرك الامور، يحرك الدنيا كلها عندنا. هل يحرك هو ده معناه ايه؟ انه شايف ان وجود الاهلي زي في السعوديه ما راح الناس اندفعت الى المدرجات. هو خلاص اظن واضحه، مش احنا اللي بنقولها بقى، عشان الناس اللي بتتكلم على الشعبيه ومش الشعبيه، والناس اللي بتتكلم في اي امور اخرى وتعرف القيم التسويقيه من اين تاتي، اظن كده احنا مش جايبين حاجه من عندنا بالظبط. ده كلام الناس ورؤيتهم بس. هو كمان ذكر حاجه، ومصر منشغله بفتره مهمه وافراح مهمه، انتخابات رئاسيه، كان في ناس كتير بتقول ما تنزلوش، يقابلهم جهد شعبي ورسمي بيقول انزلوا، انزل. فالناس تقول لك ما اصلهم عمالين يقولوا انزلوا واصرفوا اعلانات، طب ما في ناس بتقول ما تنزلش وانا بقول انزل. طب الطبيعي نقول للناس انزل، تنزل الدعوه للايجابيه حتى لو يعني في الـ في الـ في الظرف الانتخابي، هذه اسلحه المعارضه وال اسلحه مشروعه، ما هو الضرر ان اقول للناس انزلوا؟ انزلوا بكل الوسائل، بالتدعيم للايجابيه مش للسلبيه. هو المشكله لو كنت قلت لهم انزلوا ما نزلوش. اصل هو الظرف كان صعب ليه؟ لانه محسوم نتيجته خلاص قبل الانتخابات، الناس شايفه ان يعني مش نازلين قلقانين على
شخص انه ينجح ولا ما نجح، هو النزول الانين على مصر، ان الصوره لا يا جماعه احنا سواء كنا موافقين او مش موافقين كلنا ورا بلدنا، عشان في الظرف اللي احنا عايشينه لا نملك طرف الخلاف، مش وقت خلاف ايديولوجي بس. طيب نشوف كمان راي كابتن محسن صالح المحلل الرياضي والمدرب الكبير ونجم الاهلي القديم في تحليله لقناه ابو ظبي عن مباراه الاهلي والفجيره. في المجمل المباراة أدت الهدف بتاعها من ناحية الفنية، شاهدنا فنيات عالية من كلا الفريقين، شاهدنا أهداف 5 أهداف في المباراة. التوقع في النتيجة كان شيء معروف لأنه فريق متجانس هو الأهلي وفريق من كل بستان وزهرة أدى ما عليه، يعني يمكن مستوى في الشوط الثاني هبط كثيرا نتيجة التغييرات الكثيرة في الصفوف، ولكن تظل المباراة كان فيها جدية وكان فيها رغبة من كلا الفريقين للهجوم والتسجيل وتحقيق فوز، كان فيها روح رياضية عالية رغم الالتحامات القوية في بعض الكرات، تشجيع كان مثالي في المدرجات، الناس كلها استمتعت بفنيات في أرض الملعب، نتيجة يعني متوقعة ما بين النادي الأهلي وإن كان يغيب عنه نجومه الكبار، ولكن اسم النادي الأهلي وهيبة النادي الأهلي ومستوى لعيبة النادي الأهلي حتى البدلاء يعني على مستوى عالي ونجحوا في ان هم يسيطروا على المباراة. كله مجمع على انه يلم خيوط النجاح بتاع تعزيز زيارة ورأيه من ناحية الفنية ومن ناحية الاستراتيجية، وحققت اهدافها زيارة حققت اهدافها، ولكن احنا بنتعرض ليه هي كجزء من التسويق في النادي الاهلي والقيمة والقامة. طيب نسمع رأي كابتن بدر رجب أخيرا قبل ما نخش في الـ نشوف بقى كابتن بدر رجب نجم الأهلي ومدربه السابق وواحد من اللي صنعوا كل هذه المواهب التي تنتشر في كل الملاعب في الدوري الحقيقة، يكاد يكون مفيش فريق في الدوري الممتاز عندنا مفيهوش حد من تلاميذ ومن إبداعات بدر رجب كواحد متخصص في تدريبات الناشئين. نشوف رأي بدر رجب في الأهلي والفجيرة. أهداف من هذه المباراة يجب أن نستفيد منها. طبعا هي المباراة أدت الأهداف المرجوة منها من حيث الاستمتاع ومن حيث العلاقة القوية جدا بين الإمارات وبين مصر، وفي نفس الوقت أن النادي الأهلي اطمن على اللعيبة بتاعته الموجودين اللي هم الصف الثاني الموجودين بجانب لعيبة المنتخب الأولمبي والمنتخب الأول، بالتالي المباراة أدت أهداف لكلا الفريقين سواء عمق العلاقة الموجودة بين الأندية المصرية والأندية الإماراتية، ثم الحاجات الفنية اللي هي الاطمئنان مثلا كسب فيما كسب المباراه النهارده، اسلام محارب بيجيب 3 اجوال بيرجع للتهديف ويرجع للفنيات بتاعته العاليه، الاطمئنان على هشام محمد وعلى حسام غالي، بعض اللعيبه ما كانتش بتلعب باسم محمد نجيب جول النهارده اطمنوا عليه، في مكاسب كتير جدا للنادي الاهلي، وبالتالي المباراه انا شايف انها بجانب الاحتفاليه ادت كل الاهداف المرجوه منها، والحمد لله الاحتفاليه كانت جميله جدا، يوم فعلا احنا كمصريين نفتخر بيه ان احنا في وجود في وجودنا هنا في دوله الامارات مستمتعين بكل حاجه. اذن هذا حديث عن القامه، عن القامه بكل ما تحويه من شعبيه من جماهيريه من ارث بطولي رائع جدا، صوره ذهنيه تاريخ، صوره ذهنيه لدى الاشقاء عن نادي القرن في افريقيا، بكل هذه الحفاوه تأتي الحالة الاستقبالية الرائعة للأهلي بقامته الكبيرة في الإمارات. طب هذه القامة الكبيرة مردودها على القيمة التسويقية، ونحن نتحدث في توقيت بالغ الأهمية، هو الربط جاي كده لوحده بين الماضي بكل ما فيه والحاضر بكل توهجه والمستقبل القريب على الأقل فيما سيعلن غدا إن شاء الله يا باشمهندس. اتفضل. بكره هتنزل مزادين، الاعلان عن المزاد في الصحف القوميه الكبرى، اعلان عن البث التلفزيوني، والاخر عن كرستين للشروط، يعني واحده خاصه بالبث التلفزيوني واحده خاصه بالرعايه.
والأهلي يحقق في الأمرين أمر يمكن على مستوى العالم مش موجود كتير، التكافؤ. تملي تلاقي البلاد اللي فيها البث التلفزيوني عالي قوي تبقى على حساب الرعاية والعكس. لكن الأهلي في الاثنين في تكافؤ ومنافسة ومبارزة وفيها ارتباط الحقيقة. بتتوقف بقى عشان الناس نشرح لها يعني ايه كراسة الشروط. كراسة الشروط هو انا بسعى الى ايه؟ بسعى ان انا اجيب راعي في الرعاية، خلينا في الاول في الرعاية، بسعى اجيب راعي بقول له تعالى انا عندي يعني ليك منتج لو ربطت اسمك بيه تستفيد جدا جدا. طيب هتقدم لي ايه؟ انا هدي لك فلوس، اقول ادي لك الفانيلا بتاعت الكوره بتاعت الفرقه الرياضيه، هدي لك اسوار النادي، هدي لك الملاعب، هدي لك تسميه منشا، هدي لك بنسميها الباقه. كراسه الشروط بينزل فيها باقه، ما اقدمه لمن يدفع الاموال بقول له هتدفع مقابل ده. كل ما كبرت الباقة وحطيت فيها عناصر يدفع فيها أموال كل ما حققت أموال أكتر. فأنت خلاص الأهلي احترف هذا الأمر من السبعينات، من أول ما حط إعلان عن إحدى شركات السيارات الكبرى المصرية على فانيلة النادي الأهلي، كانت أول مرة سنة 73 أو 74. ثم الأمر كبر بقى مع ان وكاله الاهرام كانت حريصه ان كابتن حسن يعمل كراسه شروط ويطرحها، بس وكاله الاهرام دائما كانت حريصه انها تاخدها. 300,000 بعدين في 95 عمل حصل الطفره الكبرى، جبنا شركات المياه الغازيه، انا كنت مدير النادي، فاتواجهوا مع بعض بعد البطوله العربيه. كان بطوله العربيه ساعدتنا كمان ان يشوفوا الاهلي بشكل مختلف. طبعا. بطل العرب، تنظيم ايه، شعبيه ايه، مدرجات ايه، العرب قالوا ايه. رئيس الجمهوريه وقتها حضر المباراه النهائيه، كل شيء الصوره بتكبر قوي، قفزت من 300,000 ل 2,100,000. اه بدانا بعد كده 5 مليون 10 مليون مضاعفة أو ثلاث أضعاف كمان على طول، 25 مليون لحد ما جه آخر مجلس جاب 270 أظن في الثلاث سنين مجلس اللي فات، وده كان إنجاز جيد. والأول مرة أظن يتسحب عقد الرعاية من الأهرام من شركة والأول مرة شركة عربية هي اللي تاخد. أيوه صلة. دي نقلتك كمان نقلة انك انت كمان اللي كان بيشتري كراسة الشروط بتاعتك كانت في مجموعة من الشركات التسويقية او الرعاة الكبار. دلوقتي انت بقيت بان عرب خلاص. انت مفتوح، وبعدين هيبقى يعني على مستوى العالم. المرحلة القادمة الاهلي جاهز كويس قوي كراسات شروط. لما نعرف ان كراسة الشروط بتاعت البث التلفزيوني 4 أو 4.5 مليون جنيه التأمين بتاعها، ونص مليون جنيه ثمنها. يعني اللي عايز يخش شوف الجدية، مش هيخش لك غير الشركات الكبرى اللي جادة. طيب الرعاية نص مليون جنيه كراس الشروط و 10 مليون 10 مليون التأمين. الاثنين هيحصل جلسة تمهيدية عشان نعرف الناس على كراسة الشروط ومناقشة كراسة الشروط في الأول في البث ثم الرعاية بعدها في ساعة استفسارات. اللي عايز يسأل سؤال، اللي عايز بحيث أنه لما يجي يقدم سعره في أظرف فنية ثم مالية بتبقى الصورة ما يقولش أنا ما كنتش فاهم دي. توقعاتنا أن بإذن الله تتضاعف الأرقام قوي في ظل إيه بقى؟ في ظل أن الدنيا نفسها اتغيرت. أيوه يعني انت دلوقتي لعقود اللعيب هي الانتقالات اللاعبين هي لا التسويق هو على مستوى العالم. لا الاهلي كمان بيزداد توهج وحفاظا على البطولات وترسيخا لاقدامه في دنيا المنافسه الاقليميه والعالميه والمحليه. فكل ده اتوقع باذن الله ارقام هتكون يعني على قدر طموحات النادي الاهلي وقيمته باذن الله، وتبقى ارقام برضو تضع الرياضة المصرية ككل. لأن خلي بالك الأهلي هو القاطرة التي تجر كل السوق. كل السوق يعني الأهلي لما فكر يعمل إدارة التسويق كان هو أول مؤسسة رياضية تعمل هذا الكلام. لما فكر يعمل شركة الوحيد اللي عمل شركة، لما فكر يعمل قناة وقبليها مجلة وموقع الوحيد اللي عمل الكلام ده. فإذا الأهلي
ياخد خطوه ويجر القاطره تجر الباقي. فتوقع ان كل المناخ الرياضي المصري من اول اتحاد الكوره مرورا بكل الانديه بدرجاتها هيستفيد لو الاهلي استطاع ان يحقق ارقام مضاعفه او ثلاث اضعاف من الارقام السابقه، كله هيعلى وكل ده هيعمل رواج وكل ده هيجذب مزيد من الاستثمارات بقى. الاستثمارات يعني انت لما رحت في اللبس وجات لك شركه لبستك وعملت لك براند باسمك، يمكن دي كانت تجربه مش هنحكم عليها بالنجاح او الفشل، لكن ممكن تتطور احسن من كده. ممكن تتطور احسن من كده، ممكن تعمل اكتر من كده. اتمنى في يوم من الايام يبقى الاهلي بيطلع القميص بتاعه والكرافته بتاعته والبليزر بتاعه الجينز بتاعه، انا لابس براند الاهلي، فدي عايزه نقله الى شركات عالميه من ناحيه الديزاين والكواليتي. اللي الناس لما تروح تديك الخطوط دي وتتأمع. اللي عايز يتأمع يتأمع باسم الاهلي. حلمي حلو. حلوه. ف خدوا بالكم يا جماعه، الاقبال على رعايه الاهلي او الاعلام من خلاله او الظهور الى جانبه من قبل الشركات، الناس دي ما بترميش فلوسها في الارض. لا طبعا، الناس دي دارسه السوق كويس قوي، ودارسه السوق لانه انا عايز اقول لكم انه اخر استطلاع للراي او قياس لاتجاهات الراي العام الرياضي في مصر من احد المراكز الكبرى المتخصصه في مصر السنه اللي فاتت او اللي قبلها، كانت نتيجه الاحصاء 74.6 فيما اذكر في الميه من المصريين اهلاويه. وده احصاء مش احنا اللي عاملينه، وده ما بنقولش راي يعني. ده اللي ملوش علاقه بيه خالص، ما بنقولش راي. شركه اعلنته احدى شركات القياس الراي العام في مصر، ودي مساله مهمه على فكره. دي كانت مرتبطه بايه؟ لا دي اهميتها بقى ان الشركه اللي جت داخله ترعى اسم الاهلي هي اللي عملت كلفت الشركه دي تعمل احصاء عشان تشوف حرمي فلوسي فين. فدي النتيجه اللي شجعتها انها تخش. فهي يعني دي القيمه التسويقيه بتاعت النادي الاهلي، وده حجم شعبيته، وده سعره اللي نتمنى انه حقوق الرعايه سواء فيما يخص الرعايه او حقوق البث تشهد نقله كبيره جدا. ايه مردود ده على الجمهور؟ مردود ده على الجمهور انه لما هتتوافر هذه القوى الاقتصاديه الكبيره هيقدر الاهلي يفي بكل التزاماته الرياضيه. هتلاقوا الاهلي قادر يجيب افضل اللعيبه، الاهلي قادر ينظم احسن المباريات، الاهلي قادر يعمل احسن المنشآت، الاهلي قادر يقدم افضل بيتطور الخدمات. بيتطور هدفك كل وطموحك. حاجه طموحاتك بتعلى من خلال القوى الاقتصاديه اللي ممكن تتوفر لك. هذه القوه وقودها واساسها ودعمها هذه الشعبيه والجماهيريه الكبيره. وعشان كده بستاذن المهندس عادل ان احنا ناخد بعض اتصالات حضراتكم على 3835655 او 010-900-96598، ويا ريت شواري بيطلع لكم الارقام على الشاشه. لكن برجاء احنا عودناكم دايما وتعودنا منكم الالتزام الحقيقي بما يخص النادي الاهلي. احنا معنيين بالنادي الاهلي، بقيمه الاهلي، شايفين الحلقه كلها فلسفتها القيمه والقامه. ومحدش يجي يقول لنا فلان قال فلان عاد. بالظبط. اتكلم في ناديك. وسيبوكوا بقى من الكلام الصغير خالص. خلينا نتكلم على هذه القامه الكبيره جدا وتاثيرها على هذه القيمه التسويقيه الحمد لله اللي عاليه قوي. باشمهندس حقوق البث، انت قلت لاول مره يبقى في تنافس شديد بين حقوق البث وحقوق الرعايه. هي. عشان الناس تبقى عارفه يعني ايه حقوق رعايه. طب بعد سعد هشرح لك. بعد شكري سعد. شكري سعد. شكري سعد من البحيره، يا استاذ شكري. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك، مساء الخير. تحياتي ليك يا اسد الاهلي. ربنا يخليك، اتفضل. وتحياتي للخلوق المحترم الباشمهندس عادل القيعي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ شكري. تفضل. بس بسرعه كده. الباشمهندس عادل القيعي ما ينفعش انه يتنازل عن حقه بالنسبه لنا، ليه؟ لان هو رمز من رموز الاهلي. طيب. ده اول شيء. عايز افكركم بشيء بسيط كده. ان رئيس النادي الاهلي لما كان بيمرن ماسك مدير المنتخب القومي، فاكر انت لما رد فلوس المنتخب كلها؟ كابتن الخطيب رجع كل الفلوس اللي خدها الاتحاد الكوره اللي كان خدها. ليه ما بتتكلموش في المثل العليا بتاعتنا؟ اتكلمنا قبل كده، اتكلمنا وعرضناها والله يا استاذ شكري. طيب.
انا عايز اوجه نداء للأهلوية ان افتح قناة ناديك على طول، حتى لو هتمشي اطفي التلفزيون وسيبه بصفر مفتوح، لان ده بيدعم النادي الاهلي. وبلاش القنوات اللي ملهاش لازمة المأجورة، لان الحقد والكره والغل هياكلهم. اما يطلع بالراحة بالراحة، لا خلاص بقى، مش احنا اتفقنا على الكود بتاعنا؟ طب ماشي معاك، انت اتكلمت حلو قوي على ناديك، سيبك من التاني. احنا ما اتكلمناش، ما جبناش فريق حد بغلط. انت هتقول اعلامي هتوصف بقى وتعمل؟ لا 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 لا، والنبي عشان خاطرنا عندنا فريق اعداد. حاسس ان في طوبتين في ده كده. شكرا. انا عايز بسرعه كده. احنا عندنا فريق اعداد هنرد على اللي احنا عايزينه بس. طيب جميل جميل. طيب اتفضل. ايوه يا فندم اتفضل كمل كمل. لما جون انطواي اجيه الاهلي فاكر؟ كان مريض، دلوقتي بقى كويس. خد من ده كتير، خد من ده كتير. معلش نقاط بسرعه كده. اما الاسماعيلي كان متصدر الدوري حلو وجميل وما فيش اي حاجه، بالرغم ان الاهلي كان فاضله لسه مباريات. اصبح الدوري، اما الاهلي اتصدر اصبح الدوري بلا معنى. كل دول العالم بيبقى فيها فرقه متصدره، يعني الدوري الانجليزي اللي فيه محمد صلاح فرق بين الاول والثاني كام نقطه؟ كل الدوريات تقريبا احنا عرضناها قبل كده يا استاذ شكري. بالظبط. الفرق بين الاول والثاني فروقات كبيره تشابه وتقترب من الدوري المصري. شيء اخير او شيء قبل اخير، اما يطلع واحد في قناه النيل للرياضه، مش هقول اسماء، ولكن المسابقه فاشله لان فيها فوارق كبيره. يبقى الليجا الاسبانيه فاشله والدوري الانجليزي فاشل. ينفع؟ ينفع ينفع. هو فاشل ما دام الاهلي بياخده. لما بشوف مباريات الاهلي القديمه على قناه الاهلي. انا اسالك سؤال. بالمتعه وبالجمال. اللي بيقول لك الاهلي ما كانش بيقدم كره فيها متعه. يا سيدي تبقى ايه؟ انت بتقول ايه؟ لما بنشوف الماتشات بنشعر اذا العبره بايه؟ الواقع أيه. بيقول ايه؟ انت ما تلومش واحد على انه يقول حاجه. واخد بالك؟ جميل. هذا رايه. هو ما بيستمتعش خلاص. طيب. احنا بنستمتع. ايه المشكله؟ اخر شيء خليك تضحك عليها يا باشمهندس. انا من القريه جنب قريه محله بشر. تمام. الراجل اللي هو بيشوفه عنده السحر ده اهلاوي. والله اهلاوي. فهو اللي بيعمل لهم يعني اسمه الشيخ بدر. اسمه الشيخ بدر. ما فيش داعي لذكر اسمه عشان ما نفضحوهوش يعني. ما هو محمود المخبازي المعد، هو من عندكم البحيره، فهو اللي هو اللي فتش السر. هو كلمني في التليفون. هو محمود المخبازي اللي فتش السر. بس ده تبع شبر خيط، بيقول لك كله اتبرأ منه دلوقتي. ماشي يا باشمهندس، وكل سنه وانتم طيبين. شكرا. وانا سعيد ان انا سمعت صوتكم. شكرا يا استاذ شكري. كنا بنقول مين؟ وليد من كفر الشيخ. استاذ وليد سلام ورحمه الله. سلام. ازيك يا كابتن عدلي؟ اه يا حبيبي ازيك؟ استاذ ابراهيم ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا استاذ وليد. الله يخليك. بقول لحضرتك كنت عايز اتكلم في نقطه كده، بس انت حضراتكم قلت مش عايزين نحدد اسماء. انا كنت عايز اتكلم بس بخصوص سياده المستشار لما كان بيقول تاني. لا 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 مش هسمح لك يا حبيبي. لا مش هسمح لك، مش هسمح لك. خلينا في التزام. احنا عايزين يا جماعه، احنا مش داخلين مكايده ومش داخلين نرد على بعض. انتهى الوضع، ردينا عليه وانتهى. طب انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ. اتفضل حضرتك. اي ردود في قضيه زي بتاعه الكفيل والكلام الفارغ ده احنا قلناه قبل كده. خلاص خلاص. رد مقنع ولا مش مقنع؟ منصور البلوي ما كانش كفيل؟ وما احنا قلنا كده، قل كل ده احنا قلناه. هو مصر يخش يعني الاسماء اللي انت بتقولها ده في وقتها احنا عرضناه وقلناه، وقلنا ده لما كان بيدعم كان اسمه خلي بالك ساعد البرنامج في تحقيق اهدافه. ان انت ترتقي بالناس شويه. ما تدخلناش بس كده مش يا حبيبي. أوكي. ما تدخلناش في كده. مفهوم يا استاذ وليد، انا معاك. اللي انت بتقوله ده اتقال قبل كده. في حاجه تانية؟ لا لحظه، مش كده بس. لازم الاستاذ وليد يبقى بيقفل وهو مقتنع. استاذ وليد البرنامج له اهداف، الدفاع عن الاهلي وما تخافش على الاهلي، بنعمل كده خلاص. تمام والله. ليس من اهدافه الهجوم على احد. ها احنا مش بنهاجم والله يا حبيبي. أوه. خلاص. اصل انت على فكره اللي انت بتقوله ده معلومه قديمه كمان يا استاذ وليد. احنا مش في حاله جدل دلوقتي. تمام. ما تذكرش حاجات احنا هو احنا عندنا فريق اعداد بيعمل ايه عشان المكالمات دي تقول لنا ايه اللي بيحصل. على فكره عندنا واحد مختص بالميديا، واحد مختص بالصحافه، واحد مختص بالاذاعه، واحد مختص بالتلفزيون. يعني احنا عندنا فريق متكامل، مش هتفوتوا شرده ولا ورده. ونحن ننتقي القضايا اللي بتهم الاهلي، لكن مش هنقعد ننشغل فلان قال وفلان عاد. انتهى القضيه اللي بنقفلها. من فضلكم سيبونا احنا نصيغ البرنامج.
تمام اتفضل يا حبيبي. الحاجة التانية بقى بنتكلم فيها موضوع عبدالله السعيد. عبدالله السعيد ابننا وهنحتويه، مش عايزين حد يخش برضو يدخل حوارات عبدالله السعيد. بس يا بي الله يبارك له. اه بس ده ابننا وهنحتويه بطريقتنا وخلاص، هو غلط وهنقاومه بالطريقه اللي هتريح الناس والجماهير، ومش عايزين نضغط عليه اكتر من كده. بس الحاجه الوحيده اللي احنا عايزين نقولها خلاص، والفتره الجايه عايزين ندي الناس اللي ما بتلعبش نديها الفرصه عشان نحكم عليها. ماشي، دي النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيها. دي نقطه مهمه. ماشي يا ريت. بس كلمه البدلاء ومش عارف ايه، الناس اللي ما بتلعبش، لا هو رايه صح، الناس اللي ما خدتش فرص لازم تاخد فرص تلعب. نبوي من الشرقيه، استاذ نبوي. السلام عليكم. السلام عليكم يا ابراهيم بيه. وعليكم السلام باشمهندس عادل القيعي طاهر القلب عفيف اللسان. عينا على الشرجوه لما احنا قرايبك يا ابراهيم بيه. انا مش عارف مين اللي خال مين، الشراوه اخوال الصعايده ولا الصعايده اخوالهم شراوه. المهم احنا بنحبكم خلاص. اتفضل يا سلام. مازال نهر العطاء يتدفق، وكل عطاء وكل بطوله لا طبعا حاقدين، ولا احنا ما بنلتفتش الحاجات دي، وده من قلتوا احنا ما بنخافش على الاهلي، مش بنخاف على الاهلي، هم بس يخافوا على روحهم ما يخافوش علينا، احنا حلوين وماشيين في ريح الحيطه وبنعمل بطولات، والدليل كل اللي خش بطوله بخرج منها، ما زال الاهلي هو مصباح الظلام في الليالي اللي هي ما يحسد المال الا اصحابه. خلي بالك يا شرقاوي، ما يحسد المال الا اصحابه. ايوه خدت بال حضرتك. فاحنا ايه مصباح الظلام النادي الاهلي، في كل ليله بتبقى ما فيهاش اضاءه، النادي الاهلي هو اللي بيضيء مصباح مصر. الظلام حلو. والامثله باينه ان احنا بنروح العرب، واللي يقول لك النادي الاهلي منصفه، النصفه مين يا عم؟ ده انا افتكر مره مش عارف مين في النادي الاهلي قاعد في مؤتمر بيقول له النادي الاهلي 80%، قال له لا، قال له انا غلطان يا عم، النادي الاهلي 90%. التاريخ بيقول ان النادي الاهلي نادي بطولات. طب انا ليا 9 احفادي لما بعد ما حفيد وانا بشجع الفرقه الثانيه، مش هنذكر اسماء عشان انتوا علمتونا الادب، ما نذكرش حد. ابني لما اقول لحفيد يشجع ده هيشجعه وبياخد حاجه، يشجع الفريق اللي بيفرح وبيشيل بطولات. فعلى هذا الاساس بقول لكم سيروا على بركه الله. ربنا يخليهم لك يا استاذ نبوي. شكرا. وباسم الشرقيه وشبرا النخله كلها بنشكرك يا باشمهندس. شاكرين يا استاذ نبوي. شكرا يا استاذ نبوي. استاذ محمود من الفيوم. استاذ محمود. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم. اتفضل يا حبيبي محمود. انت على الهواء. استاذ ابراهيم منيسي. ايوه اتفضل انت على الهواء استاذ محمود. استاذ عادل القيعي. ايوه يا فندم. انا بطلب طلب بس وحيد بس من النادي الاهلي، لان هو كامل من مجاميعه، انا عايز بس حاجه واحده بس، طقم الفريق يلبس بدل كده سبور زي الفرق اللي هي الاوروبيه، زي مانشستر يونايتد وزي ريال مدريد وزي برشلونه، البدل اللي هي يعني الاوتوبيس. تمام. الاوتوبيس شكله جميل وكل حاجه شكلها جميل. انت عايز، انا معاك، عايز بقى ايه البليزر الحلو ده اللونين اللي ايوه ماشي اللقم بقى بزراير النحاس الشيك. ماشي. انا ده احنا بنرسم الديزاين واحنا قاعدين. واخد بال حضرتك يا فندم؟ اتفضل. يعني ازاي تشوفهم كده في الايه في في الموتوشه العالميه. تمام. في الرحلات الكبيره الرسميه الفريق بيلبس يونيفورم باذن الله. في كاس العالم نروح باللي زي ده. شكرا. وطلب تاني والنبي بعد اذنك، بعد انه هيبقى مستحيل. طب خلاص ما تطلبوش بس قول. طيب نستلف بس حساب البدر من الاهلي لكاس العالم يدرب الفريق. لا 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 لا. المنتخب المصري. لا كوبر تاني. كوبر هو اللي اهل المنتخب لكاس العالم ويستحق ان احنا كلنا نسانده الفتره دي يا محمود. شكرا. شكرا يا محمود. معانا كنا بنتكلم في ايه قبل ما المكالمات؟ انا نسيت والله. التسويق والقيمه. أيوة التسويقيه. لا كان في مفتاح معين كنا عايزين نتكلم فيه، خلاص بقى اللي افتكرنا هنتكلم. لان انا شايف ان باذن الله المره دي في شركات محليه وزي ما قلت مالتي ناشونال، وممكن تبقى شركات في الخليج بره هنا هتتنافس على هذه الحقوق. ويا رب يا رب قناه الاهلي بقى تذيع الماتشات. قناه الاهلي تذيع الماتشات. ما اعرفش انا، لا يعني انا عايز اي شركه تاخده تتعهد بان تدي قناه الاهلي، ماليش دعوه. يبقى ده بلس اذاعه قناه الاهلي. ان شاء الله. طيب تذيع الدوري، لكن الدوري الاهلي حسمه هيرجع ينافس على الماتشات المتبقيه.
يمكن شفت رأي محمود ورأي أكتر من حد الحقيقة، ويمكن ده لسان حال الجماهير، إنه الفترة اللي جاية اللعيبة اللي ما أخدتش فرصة كافية طوال الموسم عندها فرصة إنها تبدأ تاخد فرص على الأقل في الأماكن اللي الناس ممكن تكون عندها بعض القلق، وده من المؤكد إنه مش غايب على ذهن الكابتن حسام البدري أو الجهاز الفني. يعني أحمد حمدي إذا كان سليم وجاهز الفترة اللي جاية علشان تبدأ الناس تطمن شوية على مركز صانع اللعب بعد قرار العرض عبد الله السعيد للبيع، يبقى فيه إعداد وتجهيز للاعب واعد في هذا المكان، وهيلقى بالتأكيد كل الدعم والمساندة من زمايله ومن الجمهور. فمؤكد إن هي حسابات لا تغيب عن الكابتن حسام البدري والجهاز الفني. الأهلي مع طنطا يا باشمهندس يوم الاثنين، دوري هيعود بكرة بإذن الله تعالى الجمعة، مصر المقصة مع إنبي ده في الأسبوع 23 مباراة مؤجلة. السبت المصري بيلعب مع الاتحاد مباراة من الأسبوع 25 ده الدوري المفتت. ويوم الاثنين الزمالك بيلعب مع الإسماعيلي مباراة مؤثرة في تحديد الوصافة، المباراة في الأسبوع 30. وفي إطار الأسبوع نفسه الأهلي هيلعب مع طنطا أيضا يوم الاثنين، الثلاث سموحة مع المقصة دي مباراة مؤجلة من الأسبوع 25. مؤكد أن مباراة الإسماعيلي مع الزمالك هي اللي هتخطف الأبصار، لأنها خلاص وإن كان الأهلي قد ضمن الحصان السبع حصان وليد أزارو إن كان الأهلي قد ضمن الدوري، إلا إن الزمالك والإسماعيلي بيتنافس على المركز الثاني. طب لو تعادلوا هتجدها لصالح المصري. طب المصري مع الاتحاد لو ما كسبش، يعني الحد والاثنين اعتقد في كراسي موسيقيه هتحدث. هو المصري لعب 26 لكن الزمالك والاسماعيلي كل الفريق لعب 28، فالمصري عنده ماتشين باقيين لسه عنده، كسبهم عنده 54 وال 49 عنده 49 هيبقى في المركز الثالث على طول لو كسب. طيب الاهلي لعب مع طنطا من اول ما اتقال يا سيد يا بدوي، انت اول ما طنطا لعبت في الدوري الممتاز واجهت الاهلي في 23 مباراه، الاهلي فاز 18 مره اتعادلوا 5 مرات، طنطا لم يسبق له الفوز على الاهلي. الاهلي سجل في شباك طنطا 45 هدف مقابل 8 اهداف فقط سجلهم طنطا في الاهلي في ال 23 مباراة اللي لعبهم مع الأهلي. الأهلي حسم الدوري بدري ويمكن حديث الناس على الأرقام القياسية لأنه متهيألي هي القضية اللي هتبقى مطروحة، الناس نفسها الأهلي يحافظ على أرقامه القياسية الخاصة في البطولة اللي هي نفسه الأهلي بيمتلكها، ما من رقم في الدوري إلا الأهلي بيسعى إلى منافسة نفسه، ولا يبدأ الحسابات الفنية يبدأ يدي فرص للناس اللي ما أخدتش فرص كافية من بداية الموسم على الأقل يريح بعض الناس المجهدة للفترة اللي جاية. فهي ديت، أنت من أنصار أنهي مدرسة؟ لا أنا من أنصار أن يحافظ الأهلي على أرقامه من خلال المجموعة اللي بيثبت كل يوم والتاني أن هي لا تقل. وعشان كده أنا كنت عايز أقول فكرة الكلام على البدلاء، مفيش بدلاء، في لعبة بتلعب ولعبة ما بتلعبش. لكن حسام غالي ده كابتن فرقة. عن أساس الأساس. وهشام محمد وإسلام محارب. لا هم مش بدلاء أكتر من هم أخدوش فرص كافية طوال السنة. أيوة أنا عايز أوضح دي، يعني مش عايزين نستخدم في الأهلي ما فيش بدلاء ما فيش احتياطي. إنما في لعبة في الملعب وفي لعبة برا الملعب بس. كل له لحظاته يعني. ومن هنا أقول لك لا تبتئس، باذن الله يستكمل الاهلي مشاويره بنجاح من خلال اي مجموعه، لان كل اللي موجودين عندهم جداره التمثيل اللي ممكن تحقق الفوز للنادي الاهلي. بس هي ايه، فعلا في ناس ممكن تكتسب الخبرات وخصوصا الصاعدين. على ذكر طنطا لازم نقول للناس طنطا دي كان التاريخ شكله ايه لما طلعت الدوري الممتاز، وانت ذكرت هذا الكلام، كان عندها 4-5 لعيبة في منتخب مصر، كان عندهم زقلط، حسن سالم، سعيد الجلب الجون، الحارتي، أحد الحارتيين، حمدي ولا
كان سعيد وحمدي الحارتي وكان رضا سامي الجنجة ده كابتن، ده كان لعيبه دوليين كلهم، وكان الفرقه تروح طنطا دي شايله الهم هتكسب ولا هتعمل ايه. فالحقيقه طنطا عريقه، وانا شخصيا يمكن عشان الغربيه متحيز لها بعض الشيء، اتمنى ان يعني اللي بتمناه لكل الفرق، بس طنطا ليا ضعف عندها شويه. اتمنى ان طنطا تقدم ماتش كويس والاهلي لا ما هو انا مش مسيبك من الاهلي، انا بتكلم على البقاء في الدوري دلوقتي. طيب ده يمكن الموقف بالنسبه للدوري، لا انا اتمنى الاهلي ما يكسبش. لا يا عم لو بنلعب كفر زيان خلاص مالي انت بتفكرني بالصعايده. اي فريق يلعب من الصعيد يلعب الاهلي، تبص تلاقي كل الجمهور سواء في المنيا في اسيوط في سوهاج في قنا في اسوان يبداوا يا باشمهندس يهتفوا في اول 10 دقائق لبلدهم، مجرد ما الاهلي يجيب جون بس خلص اتأمم المدرج كله. يمكن ده الموقف بالنسبه للدوري اللي الاهلي ضمن الاحتفاظ بلقبه، وده تأثير بقى القامة البطولية عن هذه القيمة التسويقية. وبمناسبة القيمة التسويقية والاستثمارات العربية الكبيرة اللي بتنتظر النادي الأهلي، المستشار تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية ورئيس شرف النادي الأهلي والمطلع الحقيقة باهتمام كبير بدفع المستثمرين، فريق المستثمرين العربي السعودي الإماراتي المصري لإنشاء مدينة الأهلي الرياضية بالشكل الكبير جداً اللي شفته قبل كده. كابتن خطيب تحدث عن كيف سيكون هذا المشروع يليق بالنادي الأهلي وقيمته الكبيرة جدا بحيث يحدث هذه النقلة النوعية الكبيرة. تركي آل شيخ بعد وعكة صحية مرت به يمكن منذ قليل في حواراته المشتركة مع الجماهير عبر تويتر قال لهم أبريل المقبل إن شاء الله سيشهد إعلان المستثمرين العرب عن مشروع الأهلي. نتمنى أولا نتمنى له الصحة يعني المجهود الذي يبذل، رئيس الاتحاد العربي يعني الاول على الرياضه في السعوديه، الاتحاد الاسيوي كمان، رئيس الاتحاد الاسيوي، رئيس شرف النادي الاهلي، يعني وبتاخد جزء كبير من اهتمامه. هو الان في رحله في امريكا مع الوفد الرسمي مع يعني ولي العهد السعودي. اذا هي المساله هذا النوع من المسؤوليات مع هذا هؤلاء الاشخاص بيبقى رهيب جدا، يعني بيكبدهم الحقيقه يعني على حساب الصحه، زي ما شفنا كابتن خطيب مرحله الانتخابات وما بعدها والوقوف على رجله عشان يشرح ويوضح والتحامل كانت على حساب عموده الفقري اللي بنطمن الناس انه كل يوم بيشهد تحسن في صحته باذن الله يتفادى الجراحه، لكن هو في برنامج وحقن وكده بيتعمل لمدة 3 أسابيع يرجع لنا الملاعب بإذن الله بعدها كابتن إن شاء خطير. الله ألف سلامة مطمئن عليك. طيب اتكلموا على القيمة التسويقية براحتكم، اتكلموا على حجم الشعبية زي ما انتوا عايزين، إلا التاريخ هنا لا. بعد الفاصل اهلا بحضراتكم من جديد. هذه القامة الكبيرة، هذا الرصيد البطولات او الرصيد الكبير من البطولات، من الطبيعي ان ينعكس على هذه القيمة التسويقية العالية باذن الله تعالى. وده بينطلق من قاعدة شعبية كبيرة، حريصين على محاولة ان احنا ما نزعلش عدد من حضراتكم اللي موجودين على التليفون. احمد من المنوفية، استاذ احمد. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ احمد. ربنا يخليك. صاحب الكعك اتفضل يا استاذ احمد. انا اول مره بكلم البرنامج وكنت نفسي اكلمكم من زمان. اتفضل. احنا دلوقتي لما صلى على النبي كابتن محمود الخطيب هيرجع امتى من كابتن الخطيب المفروض برنامج العلاج بتاعه من اول ما سافر 3 أسابيع، فباذن الله تعالى يكون الوضع الطبي للدكاتره
يطمئنون عليه ويرجع ان شاء الله في الميعاد المناسب باذن الله. بالسلامة يا رب ان شاء الله. ابو عبد الله السعيد هيكمل ولا عبد الله السعيد الاهلي اخذ قرار، وقرار الفني يلعب ما يلعبش لنهايه الموسم ده بتاع الكابتن حسام البدري. شاكرين والجديد اللي احنا دلوقتي الوضعيه اللي احنا نزعلها الانتخابات، مش في المفروض نعمل اعضاء تيجي تعمل بتاع يعني جديده يعني ايه جمعيه عموميه لائحه جديده؟ انا فاهم قصدك. ان شاء الله الاهلي المجلس هيعد مشروع لائحه وهيدعو الجمعيه العموميه في اقرب وقت. لجنه بالفعل بتدرس مشروع. برافو عليك يا استاذ احمد. نحط لائحه جديده علشان يطرحها بس عشان يبقى زي الانديه دي لائحتنا لوحدنا وكل حاجه لوحدها. تمام يا استاذ احمد. ماشي يا زبريم، ربنا يكسر الصحه يا رب. ودي الباشمهندس عبد الكي مهندس صفقات توت العم. شكرا. والمنايفه شاطرين وصحيين اهو 100 100. طيب نروح الصعيد بقى. استاذ سيد من هنا. يا استاذ سيد ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ سيد. اخبار معاليك يا فندم؟ ايه اخبار جينا عامله ايه؟ زي الفل يا فندم، نسلم عليك. طيب تمام اتفضل. مسير على الثعلب بالصفقات الباشمهندس عدلي. اهلا بس عليك اتفضل. وعايز يعني انا مش عايز اطلع عشان اناقش اي موضوع معين، انا عايز اقول حاجه واحده بس. قول. انتوا درع الاهلي وسيفه. ربنا يخليك. لا بجد والله العظيم. واحنا يعني تماما اتفضل. اراء معارضه ضد البرنامج ده دليل على نجاحه. نتمنى ده دايما ان شاء الله في السيد. طبعا هو لا مش مؤثر او بيقول كلام يعني طبعا، لكن احنا بس هي الفكره كيف نحافظ على هويه البرنامج، ده اللي احنا عايزينه. ده بالظبط ده اللي احنا عايزينه يا فندم. صح. شاكرين يا جناوي. شكرا. مين؟ الاستاذ ابراهيم. انا اللي هقول ابراهيم. اتفضل. من الدقهليه. استاذ ابراهيم تحياتي باشمهندس. اتفضل. عدلي. ايوه يا باشمهندس. اتفضل يا حبيبي. تحياتي لحضرتك والاستاذ ابراهيم المنيسي. اهلا بيك يا استاذ ابراهيم. انا عندي اقتراح بالنسبه لعقد الرعايه. اتفضل. انا حضرتك بالنسبه كل سنه بالنسبه لعقد الرعايه بنشوف فيه مشكله بالنسبه لكاس مصر. عشان بيبقى فيه اختلاف. ايوه صح. يبقى في اختلاف مع اتحاد الكوره عشان الراعي. ايوه. فيا ريت يبقى في تعديل ان الاهلي ما يبقاش عليه غرامات بالنسبه للكاس. ثاني حاجه بالنسبه لدوري ابطال افريقيا لدوري المجموعات بنشوف ان الاعلان بيشال. فيا ريت يبقى فيه اقتراح ان ده عايز اقول لك بس عايز اقول لك يا ابراهيم هو ليه في البطوله الافريقيه بتشال؟ في شركات عشان في منافس للاتحاد الافريقي. بالظبط. في شركات متعاقده مع الاتحاد الافريقي. الاتحاد الافريقي لو في شركه ليها نفس المنتج، يعني شركه مياه غازيه وانت عندك شركه مياه غازيه، دول شركات متنافسه، فما تحطش اعلان منافس لشركه راعيه للاتحاد الافريقي اللي هو بيدفع جوائز البطوله. الاتحاد المصري لما يجي يقول لك اشمعنى بتوافقوا للاتحاد الافريقي وما بتوافقوش، لانه الاتحاد الافريقي مسابقاته مدفوعه الثمن وبتقدر تعوض الانديه عن فلوسها. الاتحاد المصري الاهلي بياخد الدوري فبيدوله الدرع الخشبي ده بس. تمام يا استاذ ابراهيم. انا عارف ان فيه الفروقات. انا عارف حضرتك ان فيه شركه راعيه منافسه للاتحاد الافريقي زي الشركه اللي هي فودافون. تمام. فممكن حضرتك ان الاهلي يشترط في عقد الرعايه ان في دوري المجموعات ان ممكن يحط اعلان بديل والاهلي ياخد عليه فلوس زياده عن عقد الرعايه، يكون شركه غير شركه اتصالات مثلا. ما ينفعش يا حبيبي. ما يقدرش الاهلي بدل ما تعاقد ما يقدرش يتشرط. مش انا يعني انا طبعا شكلي فلنت الاهلي وهي بتبقى فاضيه من غير اعلانات في دوري المجموعات بالنسبه لقيمه وعركه النادي الاهلي. فده الاقتراح. فما اعرفش بقى والله انا مقدر الغيره ديت، بس خد بالك دي حقوق تجاريه منصوص عليها. الا الحل الوحيد ان يكون في تنسيق، ان يعني الرعاه تبقى تقريبا معظمهم يعني يبقى الدنيا بينهم وبين بعض في تنسيق. لو حصل تعاون على الاقل بالاتحاد المصري والنادي الاهلي والانديه المصريه ان ما حصلش تعارض يعني تبقى واحده، يعني مش كل ما نجيب شركه يجيبوا لنا الشركه المضاده ليها
نيجي نروح لشركتهم يرجعوا للشركه وهكذا. يعني لا اقصده حضرتك يا باشمهندس ان مثلا يبقى في دور المجموعات ان انت تجيب شركه مش شركه منافسه للشركه اللي هي الراعي الرئيسي. احنا ما بنجيبش، احنا عندنا الرعاه بتوعنا. يعني بقى اقصد في فتره الدور المجموعات الفتره اللي بتبقى فرنت الان مفيش عليها اعلانات، مش مفيش طرح جديد، انت بيبقى عندك الرعاه بتوعك خلاص. يعني انا عايز اقول لك على حاجه يا استاذ ابراهيم، هو انت في الرعايه دلوقتي الشركات المعلنه مش هي اللي هتدخل، اللي بتاخد وكاله اعلان، وكاله الاعلان ديت هي اللي بتجيب الشركات اللي بتحط اعلاناتها، فانت مش لسه هتدخلك شركه على اي حال. هو يعني ملاحظه ذكيه، نتمنى ان يتنبه لها الجميع. يعني انا فاهم ده حضرتك، انا اقصد ان لو فيه مجال ان ممكن شركه منافسه مثلا زي شركه مياه غازيه او طيب أو تمام مفهوم يا استاذ ابراهيم. في حاجه تانية؟ انا لا شكرا، والبرنامج حضرتك احنا بنتفرج عليه بنستناها من اول دقيقه لاخر دقيقه الحمد لله، واتمنى ان جميع الاهلاويه ما يفتحوش غير على قناه الاهلي باستمرار ان شاء الله، واتمنى التوفيق لكم ونضر للضر باذن الله. شكرا استاذ ابراهيم. معانا ابراهيم من الجيزه. يا استاذ ابراهيم وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك والله العظيم انا مش مصدق يعني نفسي ان انا قدرت اتواصل معاكم. انت ابراهيم وقبل منك ابراهيم، فانا اللي بقول لك اتفضل. ايوه يا فندم، والله حضرتك انا بقول لك انا مش مصدق ان انا قدرت اتواصل معاكم، لان انا بقالي فتره كبيره قوي بحاول اتواصل مع حضرتك ومش عارف والله. لا اتفضل يا استاذ ابراهيم، احنا اللي بنعتذر ان احنا في كل حلقه بيبقى عندنا هدف الحياه ناخد اكبر عدد منكم، بس الوقت بيزنقنا معلش يعني. حضرتك انا ليا طلبين، رجاء وتمني. الرجاء ان حضرتك القناه يبقى في حمله علشان الناس تعرف قيمه ان هم يفتحوا التلفزيونهم وقناه على قناتهم قناه النادي الاهلي. قد ايه بتعلي الايمج بتاع النادي الاهلي وبتعلي الرعايه بتاعت القناه ويكون لها اسم ومكانه اكتر ما هي موجوده. والتمني انا حضرتك من ضمن الاهلاويه كتير قوي اللي عاشوا النادي الاهلي من غير ما يعدوا قدام الباب. تمام. فحضرتك انا نفسي اقوم بزياره النادي الاهلي ومش عارف الطريق ازاي اقطع سيب بس تليفونك وطريقه الاتصال بيك وهنرتبها طبعا. تشرفنا. هتبقى ضيف مجله الاهلي باذن الله في الاهلي. الله يخليك الله يخليك يا استاذ عدلي. باذن الله. والله العظيم ثلاثة. انا بقى ايه شوف انا بقول لك الفتره الجايه ابراهيم اهو الفتره الجايه الحقيقه من ضمن اهدافنا في المجله ان احنا نحاول نفعل علاقه جمهور الاهلي بالنادي، فباذن الله هتلاقي فيه والله بيبقى شيء كبير في افكار كتيره خلال الفتره اللي جايه هنعلن عنها ازاي تقدر توفر فرصه للجماهير من ان لاخر تكون تتواجد في النادي بارقام العدد. حضرتك عندي ابني عنده 6 سنين. ربنا يخليه لك. نفسه بيقول لي كذا مره نفسه اروح الملعب. لا ان شاء الله باذن الله تعالى هنحقق لك النيه. ايه رايك في الفكره دي؟ عندك حاجه ثانيه يا ابراهيم؟ لا الله يخليك متشكر قوي. شكرا جزيلا. يعني الاعداد تبقى مرقمه وتشد 10 نمر كل اسبوع، 5 نمر كل اسبوع يحق لهم زياره النادي. وتستقبلهم وتصورهم وتتكلم ان شاء الله معهم. لا في افكار كتيره تسويقيه. لا انت ما انت بتاع تسويق. لا انا قاعد جنبك. محمد شاف وعي الناس. لا الناس وعيها وغيرتها على الاهلي. لا يعني في نقطه مهمه قبل ما ناخد محمد، انه بيتكلموا في يقول لك الايمج بتاع القناه ايه. احنا طرقنا موضوع زي ما كل الناس عطشانه تتكلم فيه بتاع القيمه والقامه والقيمه التسويقيه. محمد اتفضل يا محمد. مساء الخير يا فندم. اتفضل بيك كابتن عدل. كل حضرتك طيب وانت طيب يا محمد. استاذ ابراهيم مساء الخير. اهلا بيك يا استاذ محمد اتفضل. الله يسلمك. طبعا احنا بنشكر بيكم ومنورين اتفضل. ايه الصوت راح ليه؟ استاذ محمد. اتفضل اتفضل. في حاجة مشكلة في الاتصال. حاول تتحرك شوية كده يا أستاذ محمد. حضرتك بتكلم في نقطتين لو سمحت. بتكلم في نقطتين. اتفضل. مش نافع المكالمة.
طيب حظك كده يا محمد. وليد من الجيزة. الجيزة أقرب شوية. تفضل. سلام عليكم. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا استاذ وليد. انا طبعا بحب باشمهندس عدلي جدا وبسلم عليه، ويعني بنتمنى للنادي الاهلي دايما التقدم، ويا رب دايما نبقى من احسن لاحسن ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وبالنسبه لموضوع التسويق دوك، يعني حاجه اكيد اسم الاهلي براند في اي حته، فموضوع طبيعي يعني. تمام تمام يا وليد. بس وبشكر حضراتكم جدا، وسعيد يعني ان انا كنت معاكم. شكرا يا وليد. سعادة لينا. شكرا. ناصر من بنها. استاذ ناصر. يا استاذ عدلي. اتفضل يا استاذ ناصر. يا استاذ ابراهيم. اهلا بيك يا استاذ ناصر. اتفضل. نسيتني ولا ايه؟ لا لا اتفضل يا ناصر. اتفضل. انت اللي مبلغ عني. ناصر يا حريه. ايوه يا باشا. اتفضل. اتفضل يا ناصر. يا استاذ ابراهيم. عملت فضل. ايه عشان يبلغ عنك؟ قول لي. انت قلت لي عملت غياب من الجيش وقلت لي هبلغ عنك. اه مش قال لك انا عامل غياب من الجيش عشان اتفرج؟ لا ما تعملش كده تاني. الا الجيش. عمري الا الجيش. لا لا ده الكلام ده كان زمان. ايوه كان بيحكي واقعه انه تخلف عن انه يرجع في ميعاده عشان يشوف ماتش. تمام. عشان اتفرج على ماتش، واتفرجت على ماتش الاهلي والزمالك. الجون بتاع ابراهيم حسن بتاع نص الملعب، كنت حاطط الراديو في جيبي وانا كنت في الجيش. تمام تمام. اتفضل يا ناصر. بالنسبه لمحمود متولى يا باشا، خلص ولا لسه؟ انت قررت انك تضمه؟ اخترت كمان يعني. انت اخترت كمان. احنا عايزين نضم خط الظهر ده، يبقى نجيب ومتولي، يكون الجزار شد حلو شويه. سيبها للجهاز الفني الصح هتعمل. ما باذنك يا رب. بالنسبه لحسام البدري خد خبره جامده و طبعا بس خلاص. كتر الماتشات باذنك يا رب هي بتعلي المدرب. طبعا طبعا. وبياخد خبره يعني، ايام جوزيه كمان ما كان معاه. تمام يا ناصر. شكرا. محمد من القلوبيه اخر التليفون. اتفضل يا استاذ محمد. محمد من القلوبيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. وطي التلفزيون يا محمد. حاضر يا بيه. اتفضل. ازيك يا استاذ عدلي؟ اهلا بيك يا حبيبي. اتفضل. ازيك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا بيك يا محمد. اتفضل. انا محمد نصر محمود جنديه من القلوبيه. تمام. اتفضل. انا بمثل حضرتك والاستاذ ابراهيم والاستاذ عدلي وكل اللي في الاستوديو. الله يخليك. تمام. الاستاذ ابراهيم والاستاذ عدلي. انت مصر تسمع بالتلفزيون زي بعضه؟ خلاص واضح ان ما عندوش قضيه معينه، لكن الراجل عايز يسلم علينا واحنا بنسلم عليه، وبنشكره على حرصه على التواصل. شكرا محمد. وبنعتذر لحضراتكم ان احنا نقدر نوقف الاتصالات لغايه كده، ونحاول باذن الله لو تبقى وقت نحاول نرجع ناخد بعض اتصالات حضراتكم. الا التاريخ، تكلموا معانا في اي حاجه، نختلف في اللعيب ده راح هنا جه من هنا، الا التاريخ. والا التاريخ البعيد قوي، الا التاريخ اللي الناس المعاصره ما عاشتهوش، والتاريخ اللي انعكاساته ودروسه ومعانيه بتمثل وميض للمستقبل، الا التاريخ اللي فيه دروس ومعاني الناس هتعيش عليها كتير، التاريخ اللي احداثه فات عليها حوالي 100 سنه وبتمثل دستور حي لكل الأجيال المسؤولة في النادي الأهلي حاليا واللي جاية. وأنا قلت لكم أنه من مزايا النادي الأهلي الكبيرة الحقيقة أنه هذا التراكم في مواقفه وتجاربه وقرارات مسؤوليه وقياداته ورموزه بتمثل فيما يشبه الدستور لكل الإدارات المتعاقبة. اللي بيتصرف النهاردة باصص على العمق التاريخي، اسلافه اتصرفوا ازاي في مثل هذا الموقف، وما بيقدرش يعيد عنه، لانه تقريبا يتقال باستمرار لا ده كده مش النادي الاهلي، لا النادي الاهلي ما يعملش كده. النادي الاهلي ما يعملش كده بناء على ايه؟ هذه الصوره الذهنيه المستقره عن النادي الاهلي. باشمهندس حسين حجازي ابو الكره المصريه تقريبا، وذكرنا الواقعه بتاعته، له وقعة شهيرة جدا
عشان نقول لحضراتكم حسين حجازي ده عبقريته انه لما لقب انه ده ابو الكرة في مصر، لانه تقريبا اول حد مشهور كبير لعب كرة قدم، اول حد لما كون فرقة اسمها فرقة حجازي، راح النادي الاهلي فرقة حجازي معاه جمهوره معاه، لما حصل اللي حصل وراح الزمالك خد انصار بفرقة حجازي معاه، فحد بيتحرك بجمهوره ده حسين حجازي رائد الكرة المصرية وابو الكرة في مصر. الناس اللي بتتكلم على انه الاهلي ما بيتشطرش الا على الضعيف، الاهلي ما بيتشطرش، يعني ايه ما بيتشطرش على الضعيف؟ الاهلي ما بيجيش الا لو ليه مصلحة يغض الطرف عنها، ده الاهلي تقريبا ما بيجيش الا على الجامد كده دايما وابدا، الاهلي ما بيضربش الا الضربه الكبيره، ودايما وابدا ربنا سبحانه وتعالى كما لو كان بيكافئوا على مواقفه، ما من موقف اخلاقي الاهلي انحاز له وعاقب الكبير قوي الا وانتصر للمبدا ونجح رياضيا وخلق البديل. وقعت حسين حجازه يا باشمهندس، ايه مناسبه الكلام عنها؟ خلينا اقول مناسبه الكلام ان في حد في ضيف لاحد البرامج انتمائه كان معلن من مده، حاول يفسرها من وجهه نظره بطريقه مغايره لما حدثت به. تعالى الاول هنقول للناس بس عشان اللي ما عندوش فكره عن الواقعه، حسين حجازي كابتن النادي الاهلي في كاس السلطانيه النهائي سنه 28 الاهلي بيلعب مع الترسانه، الاهلي خسر الماتش، لعيبه ما طلعتش تاخد ميداليه المركز الثاني، وده عشان تعرفوا يعني ايه المبادئ، اللعيبه ما رضيتش تطلع تاخد ميداليه بقياده الكابتن حسين حجازي، رفض يطلع يستلم، فطلعوا اثنين لعيبه بس، طلعوا اثنين لعيبه بس خدوا ميداليات الكل معاهم. فمجلس اداره النادي الاهلي برئاسة وقتها جعفر ولي باشا، واحد من رموز الأهلي العظماء الحقيقة، اجتمع في جلسة طارئة وعاقب حسين حجازي لأنه كابتن الفريق، وتقال أنه ما كان للاعبين أن يمتنعوا عن تسلم ميدالية المركز الثاني ويخرقوا المبدأ الرياضي إلا لأنه الكابتن بتاع الفريق هو اللي ما صعدش، فعاقب حسين حجازي، غضب زعل، حصل الضغوط على أنه يترفع الإيقاف عنه عشان يسافر مع منتخب مصر يقوده في الدورة الأولمبية في أمستردام، الأهلي رفض الرضوخ. هي دي القصة إيضاح صغير بقى. آه الأهلي رئيسه جعفر باشا والي، اتحاد الكورة رئيسه جعفر باشا والي، ونائب الرئيس حيدر باشا رئيس نادي الزمالك، رئيس نادي الزمالك. لما جعفر باشا في النادي الاهلي اوقف حسين حجازي، مش منطقي ان يتقال ان جعفر باشا رئيس الاتحاد سعى الى رفع الايقاف. طيب قناه اون سبورت من القنوات الرياضيه الجاده المحترمه لا شك، اضافه قويه للاعلام الرياضي في مصر ده قولا واحدا، فبالتالي لما احد ضيوفها او مقدميها من الزملاء الشباب يبقى معني بالتقليب في تاريخ الاهلي، فيعنينا هنا جمهور اون سبورت لانه جمهور كبير، ودي قناه زي ما قلت لكم من القنوات الجاده المحترمه. في قناه اون سبورت يمكن من شهر فات الزميل المؤرخ او اللي اطلع بعد كده بالتاريخ اعلن عن ميوله، نشوف الاول. في مشكلة في الصوت على ما يجهز. ليه حتة التاريخ؟ هو المهندس عدلي أشار لحاجة، إنه المسألة جاية إنه جعفر والي باشا رئيس النادي الأهلي هو نفسه رئيس اتحاد الكورة، فهو اللي أخذ القرار أو هو اللي ترأس اجتماع مجلس إدارة النادي في اتخاذ القرار. لما يتقال إنه لا، ما هو جعفر والي باشا في اتحاد الكوره بيخاطب جعفر والي باشا في النادي الاهلي، لا المساله ما كانتش كده خالص،
ده خصوصا وما كانتش كده خالص. بايه؟ بالمستندات. والواقعه دي تحديدا تمثل خلاصه ملك وكتابه. لا تأولني ولا تأول عني، يعني لا تتقول عليا ولا تأول كلامي. اللي بيني وبينك المستند. نشوف الفيديو في إعلان الزميل عن ميولو. أنا طبعا مش زملكاوي، أنا زملكاوي جدا 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 جدا، بس لازم الحق يقال إن في بعض المؤرخين اللي احنا بنتعلم منهم زي الأستاذ خالد والدكتور طارق والناس ديت اكتشفوا، الدكتور السعيد اكتشفوا إن في مباراة في دوري منطقة القاهرة كانت في موسم 25-26 انتهت بسداسية لنادي الأهلي، ولكن للأسف لا يوجد معلومات مين اللي أحرز الأهداف. هي كانت في الدور الأول والأهلي هو اللي خد البطولة ساعتها، رغم أن أنا زملكاوي بس أنا هبقى محايد جدا في الموضوع ده ولازم يقول لي أنا واللي عليه. الكلام فيما يخص الأستاذ عادل سعد اللي حضرتك سمعتوه ما عنديش أي خلاف ولا اختلاف حتى في حتة أن الراجل قالك مع أن أنا زملكاوي، هو قال كده، ده يحترم ويقدر، ما بنناقش الجزئية دي خالص، وده حقه وبقول لكم يقدر ويحترم. لكن لما انت تبقى الراجل عندك عواطف، جزئية التاريخ يا جماعة في التنقيب والتقليب في الورق القديم واختلاف الروايات تحتاج قدر من الموضوعية والأمانة، خاصة لما حدث كبير بيتعلق بأبو الكرة في مصر. ما تيجي نشوف بقى ايه طيب، عشان يعني خلاص هم عرفوا انه زملكاوي دلوقتي. طب هل تحدث عن واقعه ايقاف حسين حجازي وحاول ان ياخذها الى مسار اخر غير التي حدثت به نتيجه ان هو عواطفه حركته، ولا كان عنده مستند؟ قبل ما نناقش ما قاله نسمع ما قاله. سنه 28 في نهائي كاس السلطان حسين ما بين الترسانه والاهلي، حلو، مباراة انتهت 2-1 بعد ما كان الترسانة الاهلي متقدم بهدف مختار التتش، قدر علي رياض النجم اللي كان بيتنقل برضه من الاهلي للزمالك من رجاله الاهلي والزمالك، وده لعب بدورات اولمبيه كتيره جدا وكان هداف كبير في الكره المصريه، قدر ان هو يسجل هدفين الترسانة كسب. حلو. المشكله حصلت ان لعيبه الاهلي ما رضتش تطلع تستلم الميداليات بتاعه المركز الثاني. مين اللي موجود يا وران الملك؟ حلو. مين رئيس النادي الاهلي؟ جعفر والي. مين رئيس اتحاد الكوره؟ جعفر والي. فرئيس اتحاد الاهلي حط رئيس الاتحاد الكوره اللي هو برضه اللي هو هو في مأزق، لان اليوران موجود ازاي اللعيبه ما تطلعش تستلم الميداليات. فقال اليوران ان اللي قال للعيبه ما تطلعش تستلم الميداليات هو حسين حجازي، ودي مش صحيحه على فكره، معلومه خاطئه. حصل بقى حاجات غريبه جدا، خطابات من النادي الاهلي، جعفر والي رئيس النادي الاهلي يبعت خطاب لجعفر والي رئيس الاتحاد يقول له احنا واقفين حسين حجازي، يقوم جعفر والي رئيس الاتحاد يرد عليه يقول له لا ده احنا رايحين كمان شهرين دوره الالعاب الاولمبيه. ده بجد الكلام ده؟ بيبعت نفسه جوابات ويرد على نفسه؟ بيروقراطيه بيروقراطيه. يرد عليه قال له لا ده احنا رايحين دوره العاب الاولمبيه سنه 28 اللي هي في 28 في امستردام، ده لعيب مهم وكابتن الفرقه والنجم. يقوم رد عليه جعفر والي يقول له لا احنا لازم نوقفه لان هو عمل لنا مشكله. من يعني يعني كان بيحصل اجتماع ما بينه وبين نفسه؟ جوابات ما بينه لنفسه بس مش اكثر. والله العظيم القصه كلها راست ان حسين حجازي تم وقفه. حلو. وما راحش دوره العاب الاولمبيه 28 واحنا عملنا فيها انجاز ان احنا طلعنا رابع فيها بعد الخساره من ايطاليا 11-3 في الثالث والرابع. حسين حجازي قرر ان لازم يسيب الاهلي ويروح المختلط. شوف الواقع احنا قلناها قبل كده، هو ضاف عليها ان يعني ملابسات المباراه والكبير يوران والملك كان حاضر والكلام ده ماشي، لكن مساله وانا مندهش لان كريم خطاب ده واحد من الشباب الرائع جدا اعلاميا، وهو وان كان زملكاوي لكن معتدل جدا ورائع جدا وموضوعي جدا، ما كانش ينبغي ان يقول والله يعني مش متعود منه انه يعني يتهكم في نقطه اولا بديهيه لا تستحق التهكم. هو لا لما يبقى جعفر باشا والي هيوقف حسين حجازي، ما كانش عارف وهو رئيس الاتحاد في ذات الوقت ان ده هيمنعه على الاقل من انه يروح المنتخب عشان يلعب الدوره الاولمبيه. كان عارف طبعا، ده هو مورست ضغوط على جعفر والي انه بصفه رئيس الاتحاد يفك الايقاف، فتحولها الى مسرحيه هزليه ان جعفر باشا يبعت جاب يقول لهم فكوه، يقوم يرد جعفر باشا يقول لهم لا
ده كلام يعني ما اعرفش لا 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 يعني لا يستقيم ان يرد عليه باكثر من ان جعفر والي رفض الضغوط التي مورست عليه من داخل اتحاد الكوره ومن حيدر باشا لرفع الايقاف عنه. وفي كل الاحوال هو بيقول له جعفر والي بيكلم جعفر والي قال له اه والله يعني هو عاده مين اللي بيكتب الجوابات؟ سكرتير الاتحاد يعني. لا هو وانت برضو مش رئيس بيخاطب رئيس، انت بتتكلم على مجلس اداره مع مجلس اداره مجلس اداره ومجلس اداره يعني ومجلس اداره فيه قيادات. هو اراد ان يحولها الى مشهد عبسي بس الحبكه بتاعته ما كانتش قويه. طب ليه بقى الحبكه مش قويه؟ وانا قلت لكم قبل كده بالذات ما يتعلق بالتاريخ، ويمكن دي فقره عنوانها الا التاريخ، العبوا في اي حته. وبعدين انا عايز اسال سؤال، لكن لما النتيجه ايه والنبي يا استاذ ابراهيم معلش عشان طب هو نتيجة الحوار الأنوي أنا مع نفسي اترفع لقاب؟ لا ما هو ده اللي احنا بنقوله، القيمة انتصرت. طب إذا كان طيب. إذا كان المنطق إنه جعفر والي باشا في اتحاد الكورة بعت لجعفر والي ما عمرش جعفر والي ما خلصهاش ليه؟ الله بالمنطق كده. ومع هذا خلينا نقول بس الحقائق التاريخية في هذا الموضوع. اتحاد الكورة مين مجلس إدارته؟ عشان ما تختزلهاش في الهد فقط في رئيس المجلس جعفر والي باشا. هو رئيس اتحاد الكوره بس النائب بتاعه محمد حيدر باشا، امين الصندوق محمد نجاتي بك، يعني الوكلاء في اتنين وكلاء، حيدر باشا والنبيل عباس ابراهيم، ادي اتنين وكلاء. في امين الصندوق محمد نجاتي بك، في الاعضاء حسين سامي، يوسف محمد، علي مخلص، محمد ابراهيم، مستر ريدالي، نجيب عوني، وصالح عبد الرازق. يعني مش جعفر والي باشا لوحده. ثانيا، هل وكيل المجلس وهو رئيس نادي الزمالك او نادي المختلط وقتها حيدر باشا هيتواطأ مع النادي الاهلي عشان مبادئ وتقاليد النادي الاهلي؟ هل النادي الاهلي عايز يرضي مندوب جلالة الملك كويس يقوم مضحي بالراس الكبير قوي؟ طب هو الاهلي لما اجتمع ما كانش عنده فرصه يعاقب اي حد؟ وليه عاقب حسين حجازي وسكت وما فرقش معاه انه حتى حسين حجازي بعد كده يروح الزمالك؟ هقول لكم محضر الاجتماع عشان تشوفوا ازاي قيم وتقاليد النادي الاهلي من زمان قوي، من 90 سنه زي ما المهندس عادل بعد ما قال تقول انا ليا تعليق اصلي بيستغربه، كانت بتخلي الناس فعلا بتهرش ولا زال. هي دي المشكله، الهرش ازاي يطلعك ان انت ما تقوليش بقى قيمه؟ يعني اكسبني سته ما تقوليش قيمه وتقاليد، لازم سته يعني. يعني طيب محضر اللجنه بقى، وده اللي احنا بنرد بيه، وده النهج العلمي في التعامل مع الوقائع التاريخيه. مش هنقلبها المكلمه ومش هنرغي، نرجع للنصوص. هذا محضر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي من 90 سنة، من 90 سنة ده محضر الاجتماع. اجتمعت اللجنة العليا في يوم الثلاثاء 17 إبريل 1928 تحت رئاسة جعفر والي باشا، وبحضور كل من محمد محمود باشا، فؤاد أنور بك، فؤاد أباظة بك، محمد صبحي بك، أبو بكر راتب بك. واعتذر عن عدم الحضور جناب المستر سيمسون بخطاب أبدأ فيه رأيه في الموضوع المطروح، واعتذر تليفونيا أمين سامي باشا وتولى السكرتارية داود راتب بيك سكرتير النادي. وبعد أن تناقشت اللجنة في موضوع عدم حضور لاعب النادي الأهلي لاستلام الميداليات في المباراة النهائية للكأس السلطاني التي أقيمت يوم 13 إبريل بالأرض الخضراء بحضور مندوب الملك، وتلا عليه الخطاب الوارد من لجنة الكأس السلطاني، وقررت ما يأتي. المباراة كانت يوم 13، الاجتماع يوم 17، بعدها بثلاث أيام. أولا ده المجلس اللي قرر بقى، مجلس إدارة النادي الأهلي، إبداء عظيم استياء اللجنة للسلوك المعيب الذي سلكه أفراد فرقة النادي بعد انتهاء هذه المباراة. إيقاف رئيس الفرقة حسين حجازي
لمدة 3 شهور بصفته رئيسا للفرقة تقع عليه المسؤولية في كل ما حصل. بصوا التحديد حصل، انت الكابتن فعليك المسؤولية. لا وحصل تحقيق، يعني عرفوا من خلاله هو المسؤول. انذار باقي اللاعبين ما عدا رياض شوقي وزكي عثمان ليه؟ دي مجاملة ليهم ولا واسطة ولا ليهم حد قريب في المجلس؟ لا، لانه الاثنين دول، لان الاخيرين قام بالواجب عليهما وحضر لاستلام الميداليات، دول اللي طلعوا. رابعا، ابلاغ هذا القرار الى لجنة الكأس السلطاني والاتحاد المصري لكرة القدم وتعليقه بلوحة النادي لمدة 15 يوما وعلى سكرتير النادي مراعاة تنفيذ ذلك. شوفوا، ده قرار مجلس إدارة النادي الأهلي من 90 سنة، إزاي بينتصر للروح الرياضية؟ لكن لو الراجل ده عايز يقول أصل دي كانت مجاملة عشان مندوب جلالة الملك، لا مش الأهلي، مش الأهلي خالص. لأن أنت لو بصيت حوالين الموضوع هتلاقي النادي الأهلي في الأربعينات لما صدر القرار بتاع عدم السفر لفلسطين وقت التهويد وقبل قيام دولة إسرائيل، الأهلي قام بدوره الوطني، وكان حيدر باشا ده نفسه رئيس اتحاد الكورة، ده اللي المختار التتشي قال له لا يشرفني الانتساب للاتحاد أنت رئيسه. بقى فمش الأهلي اللي هيجامل مندوب جلالة الملك، لا الأهلي اللي هيجامل. خلاص، ما احنا نقدر نقول مش الأهلي اللي هيجامل، هقول لك لا، ما انت طبعا هتقول كده. الأهلي اللي هيجامل، هيجامل كبير اليوران. طب حيدر باشا بيعمل ايه في اتحاد الكورة؟ هيقول له جعفر يا عمي انت، هيجامل الملك وكبير اليوران اللي هم زعلوا من القرار وحاولوا يلغوه عن طريق حيدر باشا عشان المنتخب، عشان المنتخب. ادي اول تناقض. الواقعة نفسها اللي ذكرها الاستاذ سعيد، عادل سعيد، ما فهمتش هو ذاكرها ليه؟ يعني هل بيقول ان ما حصلتش؟ لا ما قالش ما حصلتش، انما فهمها بطريقه تانية وقال فهمتها كذا. حتى الطريقه اللي فهمها فيها بتدعم الموقف المبدئي بتاع النادي الاهلي. اذا كان قد حدث هذا في وجود الملك وكبير اليوران، وثم مفيش الملك، مندوب، هو بيقول مندوب، قال كده. لا كان مندوب، ما هو بص، طب ممكن تجيب الكلام اللي قاله استاذ ابراهيم؟ انا بقول لك المحضر بتاع الاجتماع، مش محضر الاجتماع. طب هقول لك على حاجه، تعالى انت خرجت خلاص الملك، مش حاجه يا استاذ ابراهيم، انا ليه غرض من مناقشه الموضوع. الموضوع انا عايز اقول لك ان كبير اليوران خلاص فهمت انه قال الملك، ولا انا اعتقد انه قال الملك في وجود الملك وكبير اليوران، قال كده. ممكن يكون سمعتها وهي مندوب الملك، لكن هي دي لب الموضوع؟ لب الموضوع بيحكيها لغرض ولا ما بيحكيهاش لغرض؟ بيحكيها لغرض. تشويه الواقع، ان ياخدها في سياق تشويه الواقع. خلينا نبقى صراحة، ما تشويها يعني بس عن طريق ايه؟ عن طريق ايه؟ ان ده مش موقف مبدئي، ده كان رئيس اتحاد ورئيس اتحاد عاملين ما معناه تمثيليه. فانا هنا المعني بان اناقش هذا الموضوع من ناحيه موضوع استاذ ابراهيم، ما يعنينيش مين اللي كان حاضر او مين اللي مش حاضر. اللي كان اللي يعنيني ان هو بيقول ان جعفر ولي باشا انت اثبتت بالمحضر ده ان حصل مناقشه من اعضاء مجلس الاداره وكلهم اسماء صنعت تاريخ النادي الاهلي، واستقر على تحميل المسؤوليه نتيجه المناقشه اللي هي بمثابه التحقيق، وهو الكابتن، وهو اهم لاعب في مصر، وهو الذي كان يطلق على الفريق فريق حجازي، والذي بعد هذا بعد الايقاف حصل مشكله وقال انا هاخد الفرقه واروح الزمالك، ولم يشكل هذا ضغطا على مجلس اداره مجلس الاداره وقراره برئاسته جعفر والي، ها، اللي هو رئيس الاتحاد اللي كان يعني يخاطب الاهلي برؤيه مجلس اداره الاتحاد. ولكن النتيجه ايه؟ تم ايقاف حسين حجازي. هنا ده اللي يعنينا في الموضوع، اهم لاعب، والاهلي لم يتعرض او يرضخ للضغوط تحت ضغط ايه؟ لا يزعل ويمشي، لا يزعل ويمشي. كانت النتيجه ايه؟ هو نفسه قال لك كسبنا المركز الرابع، كسبناه في غيبه حسين حجازي وبزغ نجم مختار التتش في هذه الدوره. ده السياق اللي احنا بنرد بيه.
ارجو ان انا المعلومه ليا انا، عايز بس الاعداد يؤكد لي مين اللي حضر المباراه النهائيه. هل انا سمعتها غلط مندوب الملك، ولا الملك وكبير اليوران، ولا هو مندوب الملك كان مندوب كبير اليوران؟ ده الارجح اللي انت بتقوله، مندوب جلاله الملك. بصوا يا جماعه، هو ده النص حتى اللي وارد في محضر مجلس اداره النادي، بحضور مندوب الملك الكأس السلطانة التي أقيمت يوم 13 إبريل بالأرض الخضراء بحضور مندوب الملك. ما علينا. طيب ده محضر اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي اللي انتوا شفتوه من 80 سنة، سنة 28 الأهرام، وكان مسؤول القلم الرياضي فيها وقتها إبراهيم علام جهينة، وده كان راجل معروف أنه زملكاوي. ده نص ما ورد في الأهرام يوم كان بقى، عشان بقول لكم ملك وكتابه لما بيرد ما بيردش كلام هرتله وفض مجالس. الحقيقه الزميل محمد مصطفى يعني اجتهد كتير في انه مش بس محضر اجتماع مجلس اداره النادي، لا وثيقه الاهرام مستندات في الرد على الواقعه نفسها في يومها. الاهرام في 19 ابريل 28 يعني بعد اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي وإيقاف أبو الكرة في مصر وقتها حسين حجازي، جهينة قال إيه؟ المشكلة لها أولوياتها وخطورتها، إن لاعب الأهلي لم يتقدموا يوم 13 إبريل حيث تتشرف الأرض الخضراء بمندوب جلالة الملك أو بمندوب جلالة مليك البلاد لاستلام الميداليات الفضية بعد انهزامهم من الترسانة، وتقدم منهم اثنان فاستلم أحدهما الميداليات بالجملة، مع أن التقاليد الرياضية والاجتماعية تقضي بضرورة الرضوخ لا لنتيجة اللعب فقط ولا لنتيجة الحظ فحسب، بل لإثبات نبالة مركز الرياضيين. نبالة، شوف 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 القيم. ما حدث من الأهليين اللي هم لاعب الأهلي يومئذ شديد الواقع على كل رياضي سمع به. بصوا القيم كانت عامله ازاي، بصوا المجتمع كان منزعج جدا، واعتبرها مصيبه. مش ناس بتنسحب وتشاور لبعضها دلوقتي وتشاور بس. ما حدث من الاهليين يومئذ شديد الواقع على كل رياضي سمع به، واشد منه وقعا على من راه راي العين، وقد اوشكت هذه المشكله، ده جهينة في الاهرام، ان تحل بعد أن أخذت شأنا كبيرا في الدوائر والمراجع العالية، فانتهى درسها الأول في النادي نفسه. بص بقى، ده راجل زملكاوي بيكتب بعد 3 أيام اعتبر اللي الأهلي عمله ده الدرس الأول. فانتهى درسها الأول في النادي نفسه على أن يوقف حجازي 3 شهور، لأنه ثبت للجنة النادي أنه هو المسؤول عن ذلك بصفته رئيس الفرقة، يعني كابتن الأهلي. وبيقول جهينة في الأهرام: إذن فلا شك في أن هذا الحل سيعبر عن استهجان النادي لما حدث. ده وصل للمعنى الحقيقي، وهو أمر لا يشك فيه إنسان. حطوا لي 10 خطوط عشان لما يطلع واحد بعد 90 سنة يشكك دلوقتي أقول له راجل ده تقريبا جهينة شاور عليك سنة 28، سنة 28 جهينة شاور عليك انه بعد كده هيطلع انسان يشكك. فالراجل قال في الاهرام يدعم هذا الراي، قال لك لما حدث وهو امر لا يشك فيه انسان، يدعم هذا الامر استاذ ابراهيم. ويؤكده الوثيقه الثانيه ما جاء بالمصور. المصور بقى في 27 ابريل 1928، يعني بعد 10 ايام من قرار مجلس اداره النادي الاهلي، قالت المصور تحت عنوان وقف حجازي 3 شهور بعد هزيمة الأهلي. المصور انطلاقا من إدراكها للنادي الأهلي وثوابته وإزاي بيتصرف، خدوا بالكم سنة 28 يعني الأهلي يدوب كان بقاله 20 سنة فقط، بس بصوا المصور الجملة اللي قالتها صحفيا جملة مهمة جدا: أشرنا في العدد السابق إلى ما حدث بعد مباراة الأهلي والترسانة وخروج الأول مهزوما وامتناعه عن تسلم الميداليات من مندوب جلالة الملك، وأعقبنا هذا برأينا واستنكارنا لهذا الحادث واهتمام الدوائر الرسمية بشأنه.
بصوا بقى علشان اللي بيشكك دلوقتي المصور بتقول ايه؟ وكان ما توقعناه. يعني هم نفسهم في المصور توقعنا الاهلي هيتصرف كده، مش هتفرق معاه لا حجازي ولا غيره. المصور بتقول وكان ما توقعناه، فانعقدت لجنة النادي الاهلي برئاسة معالي جعفر والي باشا وعضوية اصحاب المعالي محمد باشا محمود، فؤاد بيك اباظة، فؤاد بيك انور، محمد بيك صبحي، داود بيك راتب، وابو بكر بيك راتب، والمستر سيمبسون ارسل برأيه كتابة وقد اتصل بنا قرارها الاتي. وراحوا ناشرين نص القرار اللي قريته لحضراتكم من واقع محضر مجلس الاداره. هذا كلام جميل جدا استاذ ابراهيم. اذا اتفق المجله قالت ايه؟ المجله بس قالت ايه بعد ما استعرضت القرار بكل تفاصيله اللي احنا قريناها لهم. بتقول المصور والقرار في ذاته، الاخوه اللي بيتريقوا دلوقتي وقلبنا تمثيليه بجد، والقرار في ذاته حازم وقوي ويصون سمعته في المستقبل ويمنع تكرار الحادث. بصوا بقى الجملة اللي بتمثل نبراس للنادي الأهلي، ليه الأهلي بيتصرف كده؟ بيمنع تكرار ده في المستقبل، بيحط الخطوط بتاعت مستقبل ودستوره. هذا عن توثيق الحادث. أصبحنا متأكدين دلوقتي يا جماعة أن الحادث حدث كما جاء السرد في محضر مجلس الإدارة ثم الأهرام ثم المصور، وأن هناك تأكيد على أن كان ده متوقع من الأهلي لأن هذا نهجه وأنه بيمنع تكرار الحدث. إذن القيمة التربوية الواضحة جدا جدا التربوية التي يريد البعض أن يقفز ويتجاهلها كانت وراء هذا القرار. تعال بقى الفصل الثاني بقى الرد الفعل بقى الفصل الثاني إزاي حصل الضغوط والتمثيلية الهزلية بتاعت أصله جعفر ولي باشا، كلم جعفر ولي باشا، أصله مش عارف حصل إيه. طيب إيه اللي حصل في الفصل الثاني من هذه الأزمة؟ الأهرام في 23 إبريل شأن أي حادث، شأن أي وقعة كبيرة تحصل بمجرد ما تقدم شوية تبتدي أصوات تطالب بتخفيف الإيه القرار والجزاء. وهنا يأتي دور الأهلي الذي يعني لا ينجرف ولا يرضخ لمثل هذه الامور. بدات، شوف التعبير بقى، اتفضل، ظهرت اصوات تتحدث بصوت خفيض، يعني كده ايه على حياء يعني او استحياء، تدعو لايقاف العقوبه، وكتبت الاهرام تحاول ايجاد مخرج لحسين حجازي وان كانت لم تبرئه. ففسروها ازاي بقى؟ فصاروا ان اصل حسين حجازي كان خجلان من المباراه وكان خجلان يطلع يستلم وكان خجلان من الهزيمه وكان ولكن لم يكن سيء النيه او انه عايز يكسر قيمه ولا يكسر مبدا. نقرا بسرعه، بس انا شرحت لكم هناك فريقا من اعضاء لجنه انت احسن مني في القراءه. يلا الاهرام بقى في 23 ابريل الفصل الثاني لمحاولات الضغوط بقى مسألة إيقاف حجازي، قالت تحدثت الصحيفة عن تحرك بعض المعجبين به ومحبيه لتقديم التماس لرفع الإيقاف. وأكملت الأهرام، هناك فريق من أعضاء لجنة الاتحاد العليا في اتحاد الكورة يميلون إلى تعضيد هذا الالتماس لإخراج حجازي من هذا المأزق الذي ينسبونه إلى خجل حجازي لا إلى تعمده الإهانة أو رفض التشرف باستلام الميداليات، على أن كل رياضي مصري وحجازي أول الكل يفقه معنى التقاليد الرياضية، وما من أحد منهم يستطيع أن ينكر حبنا جميعا وتقديرنا جميعا ولإطاعتنا جميعا وولائنا جميعا لحكامنا وأولي الأمر منا. يعني عايز يقولوا الأهرام الراجل ما قصدش يقلل من شأن مندوب الملك. فالرياضة تعود النفوس للطاعة وتميلها للإطاعة وتخلدها للولاء، وما من أحد يجرؤ أن يقول أن هناك في عالم كرة القدم رجلا يقصد إهانة أحدا أو ينتهي به الأمر إلى امتهان أحد. حلو، مقدمة طبطبة عشان إيه؟ خلاص الراجل ما يقصدش، ما هو كان مكسوف من نفسه ومكسوف من النتيجة. وكل ما هنالك بتقول أهرام، وكل ما هنالك أن حجازي تورط بحكم خجله. دائما المصريين يدوروا لها على أي تخريجة.
ومركزه بحكم خجله ومركزه، فكبر عليه أن يذهب في وسط هذا الجمع فيرى بعينه موقف الانهزام الذي لم يتعوده، وأنه أخطأ، وكل إنسان عرضة للخطأ، وكل خطأ لابد أن ينظر فيه للنية والقصد. دي مرافعة بقى. وما دامت نية حجازي حسنت من الناحية التي قدرت الإساءة إليها، وما دام قصد حجازي هو التواري عن أعين النظارة لا رفض المثول بين يدي سعادة مندوب جلالة الملك ومن كان حاضرا معه، ما دام هذا وذاك لم يكن مقصودا منه الإهانة إلى أحد أو الإساءة إلى أحد، بل كان خطأ موضعيا ما كان له وجود لو أن فريق حجازي ربح. لهذا وتبرئة للرياضيين من تهمة كالتي وصم بها حجازي، نطلب إلى الهيئات الرياضية أن تسعى جهدها لإزالة عقوبة حجازي حتى يزول ما علق بالأذهان من جرائها. نجى الله الرياضة من شر الرياضيين. دي افتتاحية الأهرام في صفحتها وقتها. هذا يا أستاذ إبراهيم كان التخريجة والالتماس والمجهود الذي بوزل عشان رفع الإيقاف، لكن رد فعل النادي الأهلي كان إيه بقى؟ ده اللي عايزين، وده المهم، كلمتين ورد غطاهم. لا، ده هنا الواقعة المهمة بقى. اتحاد الكرة بعد ما الجو تم تهيئته لمحاولة تلطيف في المسألة عشان نقدم الالتماس عشان الرجل يسافر مع المنتخب للأولمبياد، ما ده اللي هنقوله اهو، ما كنت هقراه. لا، ازاي مجلس إدارة الأهلي اجتمع بقى؟ اجتمع لأن اتحاد الكورة يعني حب ياخد الكلام ده ويبعته لمجلس إدارة الأهلي في شكل التماس. طيب، هو طولي بقى ونتيجة للضغوط أرسلت اللجنة التنفيذية للاتحاد طلبا لاتحاد الكورة للنادي الأهلي ترجو رفع الإيقاف. الأهلي مين اللي رأس الجلسة؟ عشان مش جعفر ولي باشا بقى. جعفر ولي باشا ما حضرش. عشان تشوفوا رفع الحرج. أيوه. اتحاد الكورة ورئيسه جعفر ولي باشا بيبعت جواب للنادي الأهلي يرفع الإيقاف عن حسين حجازي. جعفر ولي باشا رئيس النادي الأهلي ما بيحضرش الاجتماع. ويسيب المجلس يتصرف. شوفوا التقاليد وشوفوا قوة القرار اللي الراجل الزميل اللي اتكلم مش واخد باله منه. نقف هنا، يقول لك ايه؟ اصل جعفر باشا بيبعت لجعفر باشا، فجعفر باشا بيرد على جعفر باشا. ده هو قال لهم ابعتوا الالتماس، ها؟ والمجلس يتصرف. والمجلس يتصرف، هو عارف المجلس هيقول ايه. والا ما كان من الاول. بصوا، محضر اجتماع مجلس ادارة الاهلي وهتشوفوا صورته. اجتمعت اللجنة العليا للنادي الاهلي يوم الجمعة 4 مايو 1928 بحضور كل من فؤاد أباظة وفؤاد أنور وأبو بكر الراتب وجناب المستر سيمسون، واعتذر عن الحضور جعفر والي باشا وأمين سامي باشا، ونظرت في المسائل الآتية. أولا، نظرت في الالتماس المقدم من اللجنة التنفيذية الخاص بمسألة إيقاف رئيس فرقة كرة القدم حسين حجازي، فقررت عدم قبول إعادة النظر في ذلك. كلمة ورد غطاه، مش هنبص في الكلام. مش هنبص. طيب، نخش بقى في القيمة الكبرى. توقيت اتخاذ لان في ناس طلعت برضو قالت لك الاهلي ما بياخدش القرارات القوية الا قدام بيتشطر على الضعيف. وردينا على دي في حين تقريبا ما بيتشطرش الا على الكبير قوي. لا، الاهلي ما بيتشطرش، الاهلي بيعمل صح، ضعيف قوي هيعمله. واخد بالك؟ لكن الناس لا تتوقف الا امام القرار اللي بيتخذ على القوي، هو ده اللي التاريخ بيسجله. بالظبط. الضعيف ما خلاص. فالنهارده بيقول ايه بقى؟ قيمه هذا القرار، وانت تعلم وعايزين الناس يعلموا معانا، انه كان قبل 3 ايام من مباراه نهائي الكأس امام المختلط. الاهلي رفض رفع الإيقاف، والمنتخب ذهب للأولمبياد بدون حسين حجازي، عمل نتيجة تاريخية، رابع الدار الأولمبية بدون حسين حجازي، ودي كانت بطولة العالم الكرة، ما كانش في بطولة عالم وقتها، كان هي البطولة الأهم. لأن كأس العالم لسه. لكن في الأهرام قالوا إيه بقى؟ دعونا ننظر الأمر من ناحية أخرى. تخيل أن مجلس إدارة الأهلي يوقف حسين حجازي يوم 17 إبريل، وبعد 3 أيام لديه مباراة
في نهائي كأس الملك كأس مصر مع نادي المختلط لم يفكر الأهلي في أنه يمكن أن يخسر الكأس بعد خسارة كأس السلطان. يعني هيلعب كأس الملك بعد كأس السلطان اللي خسرها، ما لكش ما نسيبه لبعض المباراة، لا، إنها الأخلاق قبل البطولة. ولو أن الأهلي يفكر في البطولة لأجل قرار الإيقاف 3 أيام ليلعب حسين حجازي، ولكن الأهلي يلعب مع المختلط يوم 20 إبريل سنة 28 ويفوز بهدف محمود مختار التتش، يحقق الحسنيين، الدعم الأخلاق والفوز بالبطولة، ودائما ما يكافئ الأهلي على مثل هذه المواقف. تاني ما قالته الأهرام، احنا شفنا محضر الاجتماع بس الجملتين اللي قالهم المهندس عادل دول نقلا عن الأهرام اللي اتنشروا في 21 إبريل 28 ده وسام على تاريخي على صدر النادي الأهلي. احنا بنقرأ من النصوص والنصوص موجودة في دار الكتب. بصوا، الأهلي يفوز بكأس فاروق. بتقول الأهرام: دعونا ننظر للأمر من ناحية أخرى. تخيل أن مجلس إدارة الأهلي يوقف حسين حجازي يوم 17 إبريل ولديه بعد 3 أيام مباراة في نهائي كأس مصر، كأس مصر مع نادي المختلط، ولم يفكر الأهلي في أنه يمكن أن يخسر كأس مصر. نخسر مباراة، نخسر بطولة، ما نخسرش المبدأ، ما نخسرش القرار. هو ده النادي الأهلي اللي الناس تعبها قوي حتة المبدأ. لا ده هو انت في ربط هنا بس مش سارد على سبيل الحصر. هم ساردين لنا ايه اللي حصل مع ابراهيم سعيد، ايه اللي حصل مع كابتن حسام، وانا بقول ايه اللي حصل مع الكابتن ابراهيم وهو يمثل منتخب مصر، ما كانش مع النادي الاهلي في المغرب. وياتي الاهلي وقفوا وبعدين اتحاد الكره دعم هذا الايقاف وزايد عليه، وعندما أراد اتحاد الكرة رفع الإيقاف رفض الأهلي. رفض الأهلي. اللي حصل مع 85 في إيقاف فريق بالكامل وغير وماتش الزمالك برضه. وماتش الزمالك والأحداث تتوالى لو عايزين نذكرها، لأن ذكرناها كتير. فمحدش وعلى فكرة هو إيه اللي بيخلي النادي الأهلي ياخد، أنت قلتها بس خاطف، إن النادي الأهلي يعني انطلاقا من تاريخه بيقرر حاضره ويستشرف مستقبله. ايوه. انه بيستمر على هذا النحو، محدش يجرؤ عشان ما يجيش يقول تم كسر المبادئ على يد او في عصر فلان. محدش يجرؤ. هذه تابوهات سموها الكلام اللي احنا كنا بنقوله، هذا هو الفارق والذي صنع الاهلي وصنع عظمته. تاني، الاهلي مش عظيم عشان بيكسب، ده بيكسب عشان عظيم. وفي كل مره استاذ ابراهيم انتصر الاهلي للقيم والمبادئ وفقه الله خضعت له النتائج. صحيح، خضعت له واحتفى به التاريخ. هذا هو النادي الاهلي. فما تجيش تقول كلام، لان الحمد لله كله موثق، كله مكتوب كما حدث. يعني مش عايز اجيب امثله من الحاضر لحاجات تانية، لا مش هجيب. في وجود برضو مندوبين، لا مش هجيب. الاهرام في 28 تقول: لو ان الاهلي يفكر في البطوله لاجل قرار الايقاف 3 أيام فقط ليلعب حسين حجازي. ده الفصل الثالث. الفصل الاولاني اجتماع بعد يومين من المباراه وقرار بتعاقب الكابتن الفرقه، ويتقال ما كان للاعبين ان يمتنعوا عن الصعود لتسلم الميداليات لولا ان الكابتن، وبعد كده الراجل اللي اتكلم عادل سعيد يقول لك مش حسين حجازي اللي حرضهم. يا عم احنا ما جبناش حاجه من عندنا، احنا بنقرا لك اللي اتكتب في الناس اللي عصرت في محضر اجتماع رسمي، في اللي نشر في الاهرام، في اللي نشر في المصور. عشان كده بنقول الا التاريخ، الا التاريخ بجد. التاريخ وحش، التاريخ كويس هو تاريخ. ودايما وابدا النصوص الحية هي الحاسمة. ليه عايز تجردها من النبالة؟ يعني عايز تجرد الواقع من النبل ليه؟ ايه مصلحتك؟ ملهاش دعوة انك انت اهلاوي او زملكاوي. الواقعة حدثت واتخذ فيه قرار وتقدم التماس ورفضه الاهلي ولم يحضر. والمسألة مش مسألة ان واحد بيكلم نفسه، لا، ده كيان بيكلم كيان، وحتى بقية الناس مؤسسة بتكلم مؤسسة. انت بص الاسماء اللي كانت حاضرة الاجتماع مين؟
واللي كان في اتحاد الكوره مين؟ واتحاد الكوره مين؟ الله. فده يعني كلام ما ينفعش كنا نعديه يا استاذ ابراهيم. احنا بنقول للناس لا، لما يجي يقول لك الحق اتقال عليك كذا، لا مش هلحق. لكن الحق لما كتب على الاهلي حاجه غلط او يتم التقاول على النادي الاهلي، مش عندكش كده مزاج. هو في حاجه كمان يا باشمهندس في كل ده، انت لما بتاخد قرار تاريخي ضد الراس الكبيره قوي حسين حجازي ويهدد ويقول لك هيروح الزمالك، وفي مره في اجتماع للمجلس قال لك فليذهب اينما رغب، لكن في النهايه مش هتغير قرارك، تقوم الاقدار تهيئ الفرصه لوجود واحد زي مختار التتش. اي طبعا. لا ويطلع لك ايه عشان يكون رائد دعم القيم والمبادئ؟ هو اصلا هو خرج من رحم الازمه، خرج الازمه، ازمه المبدا، وفي ضوء الانتصار ده العظيم مختار التتش. يعني هو نفسه خد درس بالظبط، تشبع بهذا الزهو وعرف ان يعني ايه الاهلي اكبر من نبل القيم والمبادئ التي ينتصر لها الاهلي. عايزين ندرس شويه في المنتخب، في المنتخب كده. سيبك من الورق دلوقتي، المنتخب احنا قدامنا 10 دقائق وحاجه زي كده. المنتخب استاذ ابراهيم دايما معاك فيتو. انت معاك الفيتو دايما. لا ما معيش، لو عايز. لا لا اتفضل، بسمح لك انك تلغي الفيتو. لا 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 اتفضل. دلوقتي المنتخب بتاعنا ايوه لعب ماتشين، ماتش قدام البرتغال وكاد ان يخرج فائزا، وخسر في الوقت المحتسب بدل من ضائع، وشفنا ازاي واحد من الجماهير وهو مرتين يكرر ليه فاهمين نفسهم بيلعبوا ضد الاهلي. ازاي هم فاهمين نفسهم بيلعبوا ضد الاهلي؟ دي برضو اعلاء لقيمه ايوه الدقيقه 90 بتاعت الاهلي. لكن احنا قلنا لك الفانيلا حمراء برضو، احنا قلنا ايه بتاعت البرتغال. قلنا وقتها ايه يا استاذ ابراهيم؟ قلنا ان دي مباراه تجريبيه من حق من حق الجهاز الفني انه يجرب. جت مباراه اليونان وقلنا ان هيحدث تغيير، هل توقعت ان يكون التغيير دراماتيكي وجذري وبهذا الشكل تقريبا فرقه تانية بالكامل تلعب؟ وهل هذا كان قرارا في صالح التجربه ولا ضدها؟ شوف انا كتبت امبارح في الاخبار او النهارده الخميس انه عن رفاهيه الفقير، وقلت احنا فقراء، فقراء في خبراتنا الدوليه، فقراء في سمعتنا المونديالية، فقراء في عدد العناصر الكويسين المتاحين، ومن ثم الفقير لا يملك رفاهية ولا ترف اللي عمله كوبر. كوبر ممكن يعمل ده امتى؟ لو انت عندك 20 لاعب قريبين من بعض فتدي ده فرقة وده فرقة، انت كمان ما عندكش ترف ولا رفاهية عدد الماتشات الودية الكافية، انت مش قادر تعمل معسكر طويل المدى لانه عدد كبير من لعيبتك الاساسيين في المنتخب اللي انت واخدهم من المحترفين بره. ده مقالتك يعني. دي رفاهية الفقير. انت فقير في حجم المباريات الوديه، هم 5، تقوم تضيع ماتش مهم زي ماتش اليونان في عناصر انت مش هتلعب بيهم مع بعض. كابتن الجوهري يا باشمهندس وهو بيجهز الفريق ل90 استدعينا اخر 5 ماتشات قبل ما يسافر بيهم لايطاليا، 9 لعيبه اساسيين لعبوا ال5 ماتشات، ده وقف الدوري وكان عنده معسكر طويل ولف بيهم الدنيا كلها، بس انا بكلمك على انه ده عمل اخر ماتش دولي يعني. اخر 5 ماتشات ثبت التشكيل، التغييرين او ال3 تغييرات قفل على الفرقه بهذا الشكل. هيكتور كوبر انا مش عايز افهم اللي حصل في ماتش اليونان على محمل غير الرغبه في التعرف على الناس، مش عايز افهمها، مش عايز افهمها ان ده حرق ورق عشان امشي فلان وفلان وفلان، لانه انا بصدد مدرب حافظ كل حاجه عن لعيبته، لما تبقى عارف كل حاجه عن اللعيبه انت لسه محتاج تحطهم كلهم مع بعض وما بيلعبوش مع بعض عشان يظهر المستوى بهذا الشكل، فلما ماشي ناس محدش يكلمني؟ هل انت بتضحي بمباراه علشان تخلق مبررات للاستغناء عن الناس؟ انت تقدر تمشيهم؟ ده احنا اكتر من طالب مشي اللي انت عايز تمشيه وضم اللي انت عايز تضمه، احنا كلنا معاك ومع اختياراتك ايا كان هي مين، احنا كلنا عندنا رغبه ان حسام غالي يكون موجود. يعني انت كنت تفضل بقى حتى
بكل الانتقادات اللي كان هيتعرض لها لو كان حافظ على نفس الاسماء واستفاد من الماتشين دول؟ شوف انت دلوقتي هدفك تطوير الاداء الجماعي مع الفريق، حافظ على افضل تشكيل من وجهه نظرك مع التغييرات في اضيق الحدود عشان تقدر تعمل حاجه تدخل بيها البطوله. لكن انا هفضل اعمل تبديل وتوافيق في كل مباراه، مين هيحرس مرمى المنتخب؟ لا استناني بقى، دي واضحه جدا، ده هو ما بيجربش لا احمد الشناوي ولا كابتن عصام الحضري، فخلاص ده مستقر ان هم معاه عشان يلعب الكويت ويلعب معرفش لا إيه. بصرف النظر هو دول مش محتاج يجربهم. حتى في تصريح معرفش ده صحيح ولا لا، الثلاث ماتشات الجايين مش هيستدعي المحترفين من الخارج، ده برضه حاجه غريبه. يعني اين يعني هو الثلاث ماتشات الكويت وكولومبيا وبلجيكا، ده كولومبيا وبلجيكا ماتشين اصعب من الماتشين اللي فاتوا، يعني هو ممكن ما يستدعيش المحترفين في ماتش الكويت ماشي لكن في كل الاحوال انت النقطه بقى اللي بتقولها مش ممكن ده يكون هدف من اهدافه حرق الناس. لكن لو بقول لك اتمنى ان ما يعني ما تفهمش اصل ما وحد اكبرك تضمهم، يعني هو لو تجاهل بعض الاسماء اللي ضمها دي ما الناس مش حت طب ما انا اسالك السؤال ايه الهدف؟ الهدف في التشكيل غير المتجانس اللي مش هو مع بعض. هو استسهل ماتش اليونان، استسهله يبقى طبعا يبقى ما شافش ماتش اليونان الود اللي قبليه لا استسهله طبعا مؤكد انه كان بيعتبر ان ماتش البرتغال اقوى من اليونان. البرتغال بطل افريقيا بطل اوروبا بطل اوروبا فهو ورونالدو ورونالدو بتاع انا متاكد ان هو كان شاف ان دي التجربه اللي عايز فيها القوام الرئيسي بتاعه. لكن هو كمان ما هو دلوقتي يا استاذ ابراهيم يعني هو ممكن هتحسب لا يعني انا في عناصر عايز اتكلم فيها. هو احمد المحمدي لامتى هنفضل امتى هناخد منه؟ امتى هناخد منه؟ بالذات لاعب رائع ومتالق بدليل انه متواجد واساسي وصاحب انجح تجربه واطول تجربه احترافيه في الدوري الانجليزي. اين هو من المنتخب ايفر؟ ولا مره طلعنا قلنا احدث فارقا. امتى؟ نمره 2. طيب انت دلوقتي بتلعب عمر جابر فجاه بعد السنين دي كلها باك ليفت باك شمال غير معقولة، يعني اهدرت فرصه انك انت لو اتزنقت تلاعب واحد لعب الباك شمال عندك عبد الشافي المنطقي اللي يبقى ايمن اشرف وتخلي عمر يعني مكانه يا في نص الملعب يا باك يعني يا في الرايت بدل بينه يا اخي وبينه وبين فتحي اذا كنت عايز انت لكن انت مطول بالك قوي صحيح الحقيقه في تجربه المحمدي اللي نتمنى ان يكون رهانك عليه صحيح لان هو حاجه تحيرك او كمان ما تقدرش تتجاهل التجربه الاحترافيه الناجحه بتاعت المحمدي صحيح لكن اداؤه مع المنتخب علامه استفهام. هل اختلاف طريقه اللعب يعني هو مؤكد ان مش ده اللي بيطلب من المحمدي في الدوري الانجليزي مهام مختلف مؤكد لكن خلاص وظفه زي ما يعرف يا اما تجيب واحد تعوده على اللي انت عايزه انما الاصرار انك تجيب واحد مش قادر او مش عايز او ما نجحش في انه يستوعب طريقتك لا هيدفع ثمنها المنتخب. يتغير انت طريقه الاستفاده من محمدي بطريقه تانية ها يا تشوف حد تاني في الحته دي اذا كان وهو محل ثقتنا كلنا المحمدي لكن بالطريقه دي احنا مش عارفين نستفيد منه. طيب خلينا بقى محمد صلاح يعني الحقيقه لانه اللي بيعمله محمد صلاح الحقيقه لا شيء مشرف جدا، شيء بيسعد كل مصري كل عربي كل واحد بيحب كره القدم. المكان اللي بيحظى بيها محمد صلاح دلوقتي تدعو لكل هذه السعاده بهذا النجم الكبير اللي ربنا يحرسه يا رب. ضحكت كتير لما سمعت الكابتن رضا عبد العال حد بيساله طب لو محمد صلاح اتعور؟ قال لك اتعور ما نروحش. قال لك ما نروحش مشاوي كده لا طيب ما نشوف ولع الاطفال الانجليز نفسهم بمحمد صلاح. تسليم
Sarah at Melbourne. What would you say to him? I would say to him, you are a god. Like, literally, you are a god. like you are the king of Egypt. I'd fall down to him. What, you get down on your hands and knees? Yeah. Salah running, because he needs help. Mane and Firmino running up. The defender's trying to catch him. Salah! 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 Oh, what a goal! Oh, my God. Hello. Are you real? Yes, yes. Right, boys in there on the X, yeah? Hello, my name's Tuanga and I'll be commentating Liverpool versus Arsenal today. Big game, isn't it, Michael? Yes. Who's the best one on net? Firmino. Why? Because a lot of people say that Salah took over his place, but to be honest, Firmino's got, like, the techers and the skills. What's the matter with him, Mo Salah? But Salah, he's, like, just the finisher that only when he gets the ball. Would you sell him, then? Goal scorer. Yeah, I'll sell him. Would you? What's he talking about? I don't know. He's talking gibberish. Is he your mate? No, not after what he just said. Now Salah intercepted from Bellerin. Salah going, and it's a goal! Oh, my God! Oh, my man! He's my man. He's coming. My name is George Astles. My favourite player is Mohamed Salah because he's got an amazing haircut. My name is Myra. I'm a Liverpool fan. My favourite player is Mohamed Salah because he's the Egyptian king. Boom. Oh, Liverpool on a break here. Oh, he's coming all the way. What are you going to do? He's got all shit behind him. Sadio Mane, he's not going to win. He's going all the way. He's going all the way. He's going to score. What a goal from Mohamed Salah that was absolutely amazing. Absolutely amazing goal. Oh, that my was superb. I wouldn't guess. How good is that? Amazing. Yeah, good surprise. Yeah. He's awesome. Oh my God, it took me Mohamed Salah. أين أطفالنا من هذا؟ لماذا ما احناش مهمومين ان ناخد اطفالنا في منطقه تانية؟ السعاده قدوه. قدوه. وشوف بتدي لهم اولا بيتعلموا ايه؟ التعليق والارتجال والتعامل مع الموقف وبعدين يلتقوا النجم اللي بيحبوه باطرف طريقه واكثر طريقه تعلي النجم وتسعدهم. اين نحن من هذا؟ مزيد من الاهتمام يا جماعه بأطفالنا، هنخرج بأفكار والله هايلة جدا. يبقى صلاح أيقونة وهكذا يفعل الصالحين منا. طب ما تشوف صلاح والجمهور الإنجليزي تعلم، أو شوف اللعيبة نفسهم الصغيرين بيتعاملوا مع صلاح كنموذج إزاي. شوف تأثير القدوة لما يتخطى الحدود، توصل سلوكه، توصل حتى طقوسه وعباداته للأطفال. طيب صلاح كيف يصدر صورة الإسلام؟ ها؟ صورة نقية جميلة يا جماعة. والله قدوة واحدة ممكن تحدث فارق. عايزين هذه القدوة في أكثر من مجال وبأكثر من شخص، بس كيفية استثمارها؟ واحنا بنتحدث عن القيمة والقامة، هو في جزئين. يعني تخيل كل ده بيرفع قيمته التسويقيه. النهارده بيتكلموا عليه بكام؟ اسعار مش يعني. لا ده بيتكلموا في 126 مليون. 226. لا ده عايزينه يعدي نيمار يا راجل. اها. هو يعني ده مجرد كلام بيتقال. ما علينا. يعني حتى الان مفيش يعني سعر. يعني لا، انما انا اعلم ان في مؤسسه قيمت قيمته التسويقيه. انت بتتصل بيهم ولا ايه؟ لا قريت يعني، وانا زيك اقل منك اقرا هذه الامور يعني. لا يكون في مفاوضات يعني. على كل حال احنا يعني كان احلى حاجه ان احنا نقدم لكم هذا النموذج، ونقدم لنفسنا وللمسؤولين ازاي نجر اولادنا الى هذه الاجواء السعيده يتعلموا منها وينضجوا فكريا، وايضا كيف يحافظ الاهلي على ثوابته وتاريخه، ونحن ندافع
عن محاولة تزييفها. الأهلي مش عظيم عشان بيكسب، الأهلي بيكسب عشان عظيم ودمتم. اتفضل. وأنا أعتقد يعني النهاردة بالذات في ملك وكتابة شفتوا نموذج للرد الموثق اللي بنشكر فريق الإعداد كله عليه، زملاء محمد مصطفى وعبد المنعم القسطى ومحمود المخبزي وشادي صبري، الحقيقة مجهود توثيقي يحترم، بنحييهم وبنشكرهم عليه. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. شكرت شوارب ولا لا؟ وشكر للزميل المخرج محمد شوارب، وتصبحوا على ألف خير.